مبروك عليك سيد مطلوب، مبين انه نوعهم كتير منيح، اخر موديل ما هيك؟ ما بعرف، قبل ما ندفع المصاري ما راح يصيروا إلنا. بغسل الخضرة وبيفرمها كمان؟ بالواقع صار كل شي على الآلة، بغسل الخضرة وبيفرقها وبغسل الفواكه وبيفرزهم حسب الحجم. عم تطلع بهيديك المكنة وكأنك جاي بدك تشتريها، اتفقت أو بعد؟ الكلمة الأخيرة للسيد صبوري. ما بعرف شو بدي لك يا سيد مطلوب، الله يخلي لنا إياك. وقت اللي بحط حدا مكنة حق 800 مليون تحت تصرفك وبقول لك بعدين ادفع لي، مين أنا لحتى ساومك على 20 مليون؟ بقلك زاق، بس ما بدي إياك تفكر إنك خسران. خسارة شو؟ بعد كم يوم رح يجي وياخد مكانته. مجيد، نحن ما بدنا نضغط على الزلمة. معلم بلا مجاملة، إذا ما اشتريت بدي دور على زبون تاني. بس إذا بتدفع لي المصاري هلأ رح تنحل مشكلتي واسحب القرض بسرعة. إلا كان إذا بتدفع هلأ الماكينة بتصير إلك، وهيك السيد مطلوب بيقدر يسحب القرض وإنت هيك بتاخد الماكينة تعيتك. سيد مطلوب أي متى بتكون جاهزة برأيك؟ أول الأسبوع الجاي إن شاء الله بتكون جاهزة، ما تعتلهم. ماشي، أنا ما عندي مشكلة معكن، ما بدي أشتري مكنة واحدة من عندكن وروح، بعد في شغل كتير بيناتنا. ماشي، أي مساعدة بتحتاجها ما رح نقصر معك. سيد صبوري، هاي المكانات يلي شايفن قدامك كتير مناسبة لحتى تبلش فيهن شغل. اللي شي 20 سنة عم بشتغل فيهن، ما رح قلك إنه هالمكانات كاملة، بس ما بتخرب لك شغلك أبدا. أصلا إذا بتحب في يقول للشباب يجوا يساعدوك بالفترة الأولى. يسلموا إيديك يا سيد مطلوب، بس استلم هالمكانات رح أبعتهم دغري على الصيانة. أنا كتير بهمني إني أتعامل مع شخص مثل حضرتك. كلك شايف هالسنة الحلوة اللي عليه ما شاء الله، بظن انه ما رح تمضي سنة واحدة الا ورح يخلي كل معامل المنطقة توقف، يعني رح يعطل الشغل على كلهم. كلك ذوق، كلك ذوق يا معلم. عفوا. ولو تفضل. الو، بتصل فيكم بعدين. شايف هيدي؟ طلع. لحظة شوي. مجيد. نعم. انت روح معه كرمال توقعوا العقد. ماشي، طيب انا رح روح معه. تفضل. سيد مجيد، لحظة إذا سمحت. لو سمحت بدي اياك تقلها للآنس اسماعيلي تعطيه شيك كفاله بالمبلغ يلي بيدفع. ما في داعي ابدا. لا هيك بيكون باله مرتاح وبالي انا كمان. الله يخليك. ماشي مثل ما بدك. خلي لي اياك. الو، قولي لي شو صاير مره تانية؟ شو بده يصير برايك يعني؟ ما بيتفرقوا عن القط والفار من الصبح للمساء، ما شغلتهم غير المناقره ولا كانهم اخوات اصلا. ما انت وعدتيني. يعني شو بدي اتحمل؟ لا اتحمل. لا بيهتموا بنظافتهم ولا بصحتهم، ما شغلتهم غير الفوضى والشرشحة، وأنا ما شغلتي غير لم وراهن فوضى وشرشحة وأنا عم لم وراهن. ما عادش تتعاطي عن جد، تعبت وما عاد فيني اتحمل. تركتنا هون وانت رحت لهونيك لحالك، وانا كل ما بتصل فيه وقفي لهون بتقلي مساكين. مساكين ليش مساكين؟ فهمني دخلك، قلي ليش اصلا؟ شو بيعرفوا هيدول؟ بس عم بيقهروا. مدي ايدك. ها، ما انت وعدتيني تشتري لي وحده. شو قصدك انت؟ بس انت وياها. انت وعدتيني تشتري لي وحده. هل زفت علي يعني؟ طيب سامع بدينيك؟ هلا بتشوفي شو رح اعمل. فهم علي، يا انت بتجي لهون يا نحن بنجي لعندك. ليش عم تاخذي الجزدان تبعي؟ هيدا الجزدان بدل اللي نزعتيه. هيدا كان جزداني وكنت حطيته بالخزانه تبعي، بعدين هيدا الجزدان بدل البنطلون اللي وسعتي لي اياه. اولا انا وانت قياسنا مثل بعض، ثانيا اذا مني انحف منك انا مني انصح منك. شو بكن يا بنات؟ ليه عم تصرخوا هالقد؟ بيكون على الخط وعم يسمع كل شيء عم بتقولوه، عاجبكن ولا لا؟ ما عاد يطلع صوتكن هلا. ها، تعرف شو يا حاج؟ بناتك بدون واحد يسمعوا الكلمة منه. أنا طلع على لساني شعر. ماشي حاضر، مع السلامة. بيكون مشغول هلأ، عم بيقول المسا رح يحكي معكن، عاوزكن ضروري، فهمتوا ولا لا؟ معقولة أنت كل شي بيصير هون لازم تدقي للبابا وتخبريه يعني؟ وإنت وياها لازم تتخانقوا كرمال كل شغلة صغيرة؟ طيب الحق عليها، بدل ما تقعد تتفرج على التلفزيون وتاكلي تشيبس، قومي روحي اشتري غراض وتركي غراضي بحالها. أنت عم تصرفي كل مصريات البابا. لمعلوماتك كل المحلات كانت عاملة أوف. عن جد؟ إيه كانت عاملة أوف انجلتي. لكن رح آخذ هيدي. خديها، أصلاً أنا ما بلبسها. شو سويتي بعويناتي؟ معلقة برقبتك بروفيسورة، ليه ما خبرتيني عن التنزيلات؟ ما كان جاي على بالي إلك. حركي حالك شوي واطلعي برا البيت. بعد هيك لشوف شو العالم هي ولو. خلاص بقى، شو كانوا عاملين؟ تنزيلات تنزيلات، فهمت شي يعني؟ وانت ليه ما بتخبري البابا انه عم تصرف المصاري اللي عم يبعتها من شان الجامعة؟ خزنتها ما بقى عم بتسكر من كتر التياب اللي فيها. تقبريني ان شاء الله انت، كأنه خزانتك بتسكر. قلة تياب عندك؟ ما بتشبع تياب؟ بعدين انا قفلت باب غرفتي من شان ما حدا يفوت عليا. ما تقفلي، ما تقفلي باب سوق الشام. رجعت تشربي مي بالقنينة؟ يا ويلي،
ده كيف عرفت؟ قولي لي حتى كاميرات مراقبة بالبيت على المطبخ كمان؟ يا الله شو نحن بالعسكرية؟ ماني حاطة اجري على الارض. شو هالعوينات هول؟ ما قالك الدكتور بتحط العوينات بس وقت الدرس والمطالعة؟ بحبن. ليه ما بتخبري البابا كمان انه هي بتسجل دورات على الفاضي وما بتروح؟ خلص بقى انت التانية عم بتدوري على المشاكل، في انتو كبيرة وصغيرة، الكبيرة انت يعني لازم تفهمي وتوقفي هالمسخرة هيدي. اخ يا ربي شو اللي عم بتساووه فيي؟ مش سامعين صوت التليفون؟ لا مش انا راس عم فرشو شيرين حق ابتراس عشتي اسمه ما عشتي تفضل معلم. على مهلك بس ما تضغط على حالك كتير، رح تروح حالك. إذا في شغل قلي أنا بشتغله. يسلموا إيديك كلك زق، ساعدتني كتير، كتر خيرك. ما بدك خجل، أنا هون لحتى أشتغل كل شي عنك. أنا تعبت كتير من نقل المصنع، وهلا خلصنا كل شي، لازم ننطر لحتى يطلع عنا القرض. بس هيك؟ طيب معاملة القرض أنا بتكفل فيها، ليه عم تروح أنت؟ بعدين أنا بفضل ما أشتغل تحت إيدين مجيد، بدي اشتغل تحت ايديك انت معلم. اها هلأ عرفت شو مشكلتك. بعد ما تعودت على مجيد مش هيك؟ لا والله القصة منا هيك، القصة اني انا تربيت على ايديك انت، اذا اشتغلت تحت ايدين مجيد رح يضل يشغلني شغلات فاضية مثل نقل البضاعة وغيره. اذا عم بتقول انك تربيت على ايدي مش لازم تحكي هيك حكي، الشغل شغل شو بيفرق؟ لا والله بس السيد مجيد ما بعرف شكله ما بيحبني كتير، ما شغلته الا يبعتني على الشغلات الفاضية. أنا ما حطيتك هونيك لحتى تنقع علي. مجيد عاش 15 سنة بريت البلد وأنا حطيتك معه لحتى تمشوا الشغل منيح ويطلع هو يحل أمور المصنع. عفوا ممكن توقع على تشيك السيد صبوري؟ كان حابب أنه يضيف كم بند على العقد بس أنا ما وافقت، شو رأيك أنت؟ إذا كنت شايفتيها مناسبة ضيفيها. إذا طيب. بتحبي أنا فيني أحكي معه. لا ما في داعي، أنا بحكي معه. شكرا كتير، شكرا. إيه مجيد خليك هون عاوزك بشغلة. شو عم تعمل انت هون؟ مش على اساس تروح تجيب البضاعة؟ رايح، هن اتصلوا واخروا الموعد ساعتين. اذا رحت بكير بيكون احسن. حاضر، بتريد مني شي؟ لا روح الله معك. عراسي عن اذنكم. مجيد اقعد شوي. هالشاب عنيد شوي بس هو كتير منيح. انا مشان هيك عم شد عليه، هيك احسن. بعتقد انك غنجته شوية زيادة، مش هناك في شغلات ما بيحب يشتغلها، عرفت كيف؟ معلش معه بيصير. ايه والله الزمن بيغير كتير. شايف ليلى قديش حركي ما شاء الله، فيها تدير المصنع لوحدها. بالمناسبة انا قلت لك تبقى كرمال احكي معك بهذا الموضوع. مجيد انت منتبه منيح شو عم تعمل؟ لا والله شو صاير؟ لازم تعرف منيح كيف تغيرت ليلى بعد ما رجعت على إيران. تركت البلد من 15 سنة ورحت فجأة وقلبت حياتها البنت. تغيرت مرة تانية؟ لا أنا ضليت على حالي ولا ليلى كمان، نحن الاثنين تغيرنا. اليوم مش مثل مبارح. وأنا لهيك عم قلك أنت تزوجت مرة وحدة هونيك، بس ليلى بعمرها ما فكرت بواحد تاني غيرك أبداً. ما تخلي كل شي يصير جدي مرة تانية. أنا مش ولد يا علي، مفكر إني مش مقدر اللي عملته ليلى؟ أصلاً ما فيني تخيل كيف ضلت 15 سنة بدون زواج. يعني ضميرك عم بيعذبك لهيك رجعت تحوم عليها مرة تانية؟ أي عذاب ضمير، أنا عن جد مبسوط بشوفتها كتير. معناتها قبل كل شي لازم تقلي إذا بدك تبقى ولا بدك تروح. أنت ما تعتل هم ليلى، رح لقي حل. عفواً. ولك يا بنتي شو مفكرة حالك عنزة لحتى عم تاكلي كل هالخاص كله مثل العالم؟ دادا انت بتعرفي منيح انه انا ما باكل لحمة، لازم تطبخي لي اكلات نباتية. كنت مفكرتك نسيتي. شو بدي انسى اني نباتية؟ يعني كل هالقد بتحب الحيوانات لحتى عم تاكلي كرمالها نباتات بس؟ لا يا عمي هي بتكره النباتات لهيك عم تاكلها. انت تركيها بحالها بس الجوع اكيد رح تنسى انها نباتية على الاخر. أولاً ما دخلك أنت، ثانياً أنا قررت تصير نباتية وعن حق وحقيقة كمان. يا بنتي
كلي لك شوي، ما فيها لحم كتير، صدقيني فيها خضرة أكتر. دادا ما تلح علي كتير، ما رح أكل، ما تلح علي، صرت نباتية. إيه ما تاكلي، بتوفري. أوه، طلعوا فينا، الدنيا برد وشتوية ونحن قاعدين على البرندة لحتى نتعشى، ليه معصبين هالقد؟ هنشد يا بناتي، شغايلكم مش مثل البشر، بس إجي لحتى عودكم على شي شغلة، بتقوموا بتطلعوا لي بشغلة تانية. منيح اللي قلتيلي، ولك يا بنتي، خبريني، شو سويتي للخلاط لحتى تخرب؟ شو صار له ليش؟ البراغي تعولوا طلعوا، العزقات طلعوا، ما عاد مبين وجهه من قفاه، ما ضل في قطعة بمحلها. كنت بدي أشوف المسننات تبعه كيف تشتغل. طيب كنت رجعي صلحية حضرة البروفيسورة. كان خربان من ورا ما بيتصلح. ما كان يصير، عم تضحك علي أنت، ولك يا بنتي وقت اللي ما بتعرفي ليش لحتى تمدي إيدك عليه على الفاضي؟ شوي شوي بتعلم عليه. قومي ردي على التليفون يلا. ابقى ما تتحرك من محلك. بدل ما تسجلي دورات فاضية روحي سجلي لك شي دورة تصليح. لا أنا تليت تيابي. ايه علينا أولك هالبقعة بتروح؟ حط شوية ملح عليها بتروح، بكرة الصبح بغسلك إياها بالغسالة. نيكي أنا اتصلت من زمان بالشركة لحتى يجوا يصلحوا لنا الغسالة، ما حدا إجا؟ لا ما حدا إجا. بابا موجودين كلنا هون. والله يمكن اختك رجعت مدت ايد عليها خربتها. انا بعرف. ايه ليش شو صار؟ مرحبا بابا. مرحبا كيف؟ انا منيحه، كيفك انت؟ الحمد لله بابا منيح. مرحبا يا حاج. مرحبا دادا، كيفك؟ فكرت بالموضوع؟ انت بتجي ولا نحن منروح؟ انا حكيت مع التاكسي وراح ابعث لكم سياره بكره الصبح، انتوا تعوا لهون. نحن نجي؟ ايه بابا. نعم بابا، عندي محاضرات كتير، ما فيني غيب عن المحاضرات ابدا. بلا فيكي. ما حق بابا، نحنا ما فينا نحمل حالنا ونروح هيك الصبح بسرعة. بلا ما تتحججوا، هيدي السنة انتو تعوا لهون. خلاص يا حاج ما ينشغل بالك، نحنا بكرة جايين. شو عم بتقولي ما بدك تجي؟ معناتها الساعة 8 الصبح. ليش بخلصت محاضراتك انت التاني؟ جهزوا حالكن، نحنا بكرة جايين. ماشي؟ حاضر، رح دير بالي. مع السلامة. مع السلامة. دادا شو عم تقولي؟ وين بدنا نروح؟ عندي شغل كتير وبرنامجي ما بيسمح لي روح ابدا. ايه والله عنا شغل كتير وانا كمان ما بدي روح. عجبكن ولا ما عجبكن، بكرة بدكن تروحوا لعند بيكن وغصبا عنكن. يا استاذ انا خلصت شغلي، بدك مني شي؟ نحن عم نتعبك معنا، يسلموا ايديك كتير. اجوا البنات، الله يخلي لك. شكرا كتير. يا ما شاء الله اكيد كبروا. ها بنات كبروا صاروا صبايا، لازم تشوفيهم. يا ما شاء الله، بسم الله عليهم. مرحبا بابا. مرحبا. مرحبا يا ما شاء الله، تستاهلي، جيتي لي عشمل بكعب عالي. كيفك بابا؟ اهلا بابا. كيفك الله بابا؟ الله يسلمكن، اهلا وسهلا فيكن. مرحبا يا سيد دادا. هاتي لشوف يا عمي. ليه عم تساوي هيك؟ إلك نص ساعة بتقلبي بالمحطة. ايه بدي اتفرج على اللي بدي اياه، بعدين مين اللي قالك تجي تقعدي حدي؟ أنا اللي قعدت حدي؟ ايه لكن مين اللي قعد؟ مبسوطة لأني قاعدة حدك وعم بتفرج على التلفزيون. عن جد؟ لكن ليش قاعدة حدي؟ قومي. قوموا لشوف، تعوا ساعدوني. طفوا هالتلفزيون يا بنات وتعوا على العشاء يلا. برنيان إذا بتحب مخلل التوم موجود تحت المجلة. ماشي حاضر. في صحن شوربة هونيك كمان جيبيه معك. ماشي دادا، انا ما بتهرب من الشغل والمساعده ابدا، بس انت ما تنسى اني انا عم بشتغل هيك شغلات، ما بقى تقولي لي ما عم بشتغل. ليه وليه وليه علي، ما بينحكى معهم ابدا. طيب قولوا لي كيف هالجامعه معكن؟ الجامعه والدراسه بتعرف المحاضرات بعد ما بلشت، بس هي كتير منيحه بابا، ان شاء الله انا رح صير مديره المصنع. بس بتعرف الفرع اللي عم بدرسه منه هين ابدا، الاداره التجاريه فرع كتير صعب. ما تعتلي هم، انت بس خدي هالشهادة وانا بساعدك بس تبلشي شغل. فضل. ماشي حاضر. يسلموا ايديك. يسلموا ايديك. شو هالفولات الطيبين هول؟ الحمد لله انه طلع في شغلة بتحبيها. انا بحب كتير مخلل التوم بس يلا بابا عادي بقى. هون ما بتطلع ريحة التم. شكرا على المعلومات حضرة الدكتورة. اهلا وسهلا. فضلي. هاتي صح. انا بصب لحالي. صحيح بابا انت وعدتني انك تشتري لي السياره بس اخذ شهاده السواقه تبعي، شو صار معك؟ ليه بعد ما اشتريت لي؟ وهلا الشهاده ما راح تضرك. عن جد؟ راح اشتري لك شغله تانية بدالها. بابا انا ما برضى تسوقي سياره ابدا.
شو قصدك يعني؟ طيب إذا منك راضين سوق السيارة، ليش خليتني روح وأعمل دورة السواقة؟ بابا كان مفكر إنه دورة السواقة هي مثل الدورات التانية، بتسجلي وبس ما بتروحي. أها، مثل المحاضرات تبعك. شو رأيك أحكي لبابا عن المحاضرات تبعك؟ بعدين بنحكي عن الموضوع، ما مشكلة، ما عليه. بابا بعد ما أمك عملت حادث وتوفت صرت خاف عليكم كتير، بخاف يصير لك شي يا بنتي. طيب كان حادث مش أكتر، بعدين الحادث ما دخلوا بإني أنا عم سوق ولا واحد تاني، أصلاً كان ممكن نحن وجايين لهون بالسيارة يصير هالشي ويصير معنا حادث كلنا. الله لا يقدر يا بنتي، شو هالحكي هيدا هلأ؟ عم نتعشى خلاص. دادا هلأ ما صار شي، كلنا وصلنا لهون بخير وسلامة، كنت عم بعطي مثل بس. طيب ما بتعرفي تحكي أحسن من هيك، عم نتعشى يا ماما، خلي اللقمة تنزل. وضع المالي هلأ ما بيسمح لي أشتري لك سيارة يا بنتي. شو قصدك بابا؟ إذا ما سقت سيارة بنسى السواقة، وقتها إذا سقت سيارة بعدين بيصير لنا شي أنا والسيد دكتور. يعني ما رح تخلينا ناكل هاللقمة مثل العالم والناس. يا حاج الله لا يحرمنا منك، أعطيها سيارتك خليها تسوقها وخلينا نخلص من شرها، والله رح بتجنني هالبنت، ما في أعند من هيك. حاليا رح تسوقي بسيارتي الموجودة قدام الفيلا، وبعدين بس يصير معي بجيب لك واحدة. عن جد عم تحكي بابا؟ منروح بهيدي السيارة على طهران. أول شغلة بدي أعملها لازم شوف سواقتك. حاضر حاضر، شايف قديش أنا بنت عقلي وبسمع كلامك كله، بعدين بعدك ما شفت سواقتي، لازم تشوف سواقتي أكيد. كل شي تمام، ما فيها مشكلة. ليك دخلك شفت الزيت تبع السيارة ما هيك؟ ايه، لانه مثل ما بتعرف انا بفهم بالسيارات والشغلات تبعها، اذا تعطلت معنا على الطريق بعرف كيف صلحها ان شاء الله. والموتير تبعها مثل الخلاط والغساله كمان. برنيان، السياره هي الكم انتو التنتين ها؟ ليش بابا؟ هي ما معها شهاده اصلا ما بتعرف تسوق ابدا. ايه معلش، وصليها وين ما بدها. يعني انت رح تصيري الشوفير تبعي. المفتاح خليه هو يسوق لاول الطريق، أنا ما بدي إياك إنك تسوقي على الطريق الترابي والقديم، أحسن لإلك، هيك بضل بالي مرتاح. اسمعيني يا ست، كرمال يلي بتحبيهم ديري بالك، على مهلك شوي. إيه شو بك؟ ما كنت تخاف كل هالقد، صاير خويف كتير ولو. معك حق، خويف. وحياة الله لإله للبابا، أنت كيف عم تسوقي؟ اعملي اللي بدك يا روحي خدي شهادة سواقة بعدين سوقي كيف ما بدك. ما تتدخلي بسوقتي ابدا. اسمعيني يا ست، خليني سوق انا لحتى نوصل على الطريق الرئيسي وبعدين سوقي انت على راحتك، مش احسن هيك؟ ايه ليش عم بتساوي هيك يعني؟ هي انا عم سوق ما احلاني، شو عم ساوي؟ ليش انا قلت لك انه ما لازم تعطيها السياره؟ بتعرفي كان لازم اسمع الكلمه منك. على فكره انت تغيرت كتير بهالسنتين. وانت كمان تغيرتي. ليكي شغله المسجله اصلا، شوفي فيها سي دي. هلأ ما في داعي تسمعي موسيقى، خليكي عم بتسوقي. ديري بالك على الطريق دخيلي. ديرة بالي منيح على فكرة، ما تاكل هم. أصلاً ما تتطلع عليها، هيك ما بتزعج حالك كتير. شفت موبايلي الجديد بيلقط محطات التلفزيون. عن جد بيلقط محطات التلفزيون؟ خليني شوف إذا في تغطية ولا لأ، عم يعرضوا المسلسل اللي بحبه كتير هلأ. أصلاً أنت بتحضر مسلسلات؟ إذا في وقت إيه، أنا ما عندي أي. دخيلك بترجيك ديري بالك على الطريق. ولا يهمك، ما في تغطية هون، ما عم بيلقط. ما بتحلي عن الواحد حتى بالطريق. سوقي على مهلك، ليه عم بتسوقي هيك؟ انا عم بترجيك ديري بالك. طلع ما بتعرف تمسك الموبايل مثل الخلق. شيلي اجرك خليني اشوف وين وقع. وين بدي اشيل اجري يعني؟ اذا شلتها ما عاد فيني سوق. يا الله، هلأ اتركي الموبايل من ايدك، علي راسك وطلعي على الطريق. بعد هيك شيلي ايدك. يي علينا. الو معلم، اهلين، كيفك؟ لا طمن بالك، خليني اشيل موبايلي على الاقل. لا ما في شي. شو بساوي؟ طيب ما تعطى الهم، علي راسك. ايه هيك منيح، ديري بالك على الطريق. ماشي معلم. بعد هيك أنا عم قلك ديري بالك. أي
واحد عاقلي بيعرف انه لازم يطلع على الطريق هو عم بسوق. ما في داعي تذكرين بهالشغلات، لو ما زتيت الموبايل تبعك تحت اجري ما كنت عملت حادث انا عم سوق، ما كانت البقره الحماره اشتبتها. اولا البقره بقره مش حماره، ثانيا الحمار هو اللي شو عم بيصير. خلص بقى انت وياها، انا ما قلت لك انه خليه هو يسوق للطريق الرئيسي؟ بابا انا كنت عم سوق منيح. طيب ايه مبين انك كنت عم بتسوق منيح. لا بس طيب ما اسمه حادث، الحادث ما بيخبر حدا انه رح يصير. مزبوط حادث، ليش حاطه العوينات هلا؟ ما قال لك الدكتور ما تحطين الا وقت المطالعه؟ سيد مطلوب ياور عجلك شوي بسرعه، عجل. رضا روحة لعند السياره حتى يجي. حاضر معلم. سيد علي شو دخل الصبايا لحتى عم تصرخ عليهم هالقد؟ ياور الغبي ما كان لازم يخليها تسوق. طيب شو صار مع ياور؟ جاي وجايب واحد يصلحها. ليش واقفين؟ روحوا على السيارة. ليش رايحين من هونيك؟ الطريق خطر يا علي. ما تعصب كتير، مش حلوة من شان صحتك، انتبه، سيطر شوي على حالك. الحمد لله اللي ما صار لهم شيء أبدا. أكيد ألف الحمد لله. الحمد لله بناتك كبروا ما شاء الله. رضا خليك ناطر هون لحتى يجي ياور. ماشي تفضل. يا عمي قطعتولي قلبي، وين كنتوا لهلا؟ مرحبا. شو صار؟ ولا شيء. خليني شوف، خليني شوف شو صار. هاتي لهون. لا تدفشيني انا منيحه، اتركيني. طيب شو عم بيقولوا هيدول؟ يا حش شو اللي صاير قلي. وقفوا لشوف. وين حطيتوا السيارة؟ تعالوا لهون بدي احكي معكم. يا حاج البنات خايفين منك هلا، خليوني يهدوا شوي بعدين بيجوا. لا الله يخليكي ما تتدخلي. ماشي ماشي حاضر مثل ما بدك، الحق معك الحق معك. مزبوط. بابا الحق معك انك تعصب، بس انا شو سويت لحتى تصرخ علي؟ ما انا اللي كنت عم سوق. كنت عم بتفرجي صور بموبايلك؟ انا كنت عم فرجيك الصور. الك شيء؟ انت اللي زتيت الموبايل. لو كنت عم بتسوق منيح. خلص بقى ما بتخجلوا على حالكن. دادا قالت انكن مغنجين كتير، بس ما كنت متوقع على هالدرجة. بابا الحمد لله ما حدا صار له شيء يعني، وإذا كنت معصب كرمال تكسرت السيارة اشتري واحدة تانية. طيب ايه هي ما حق. ليش السماعة بتشتي مصاري؟ بابا هي اللي عملت الحادث، انت ليش عم تخنقني لإلي؟ مفكرة ما بعرف انك رسبتي فصلين؟ وإذاك الفصل اصلا ما رحتي تسجلتي بالجامعة؟ أنا كنت معصبة كتير هيداك اليوم وقت اللي خبرتك، يعني القصة مش مستاهلة كل هالقد يا حاج. شغلي كيف لكان؟ قليلي لشوف. أنا ما عطيتك مصاري لحتى تتسجلي بالجامعة، ليش ما تسجلتي؟ طيب ما في محاضرات لبعد العطلة، هيدول ما بدهم غير المصاري، بس تدفعلهم مصاري كل شيء بينحل، القصة مش قصة تسجيل. على كتر ما حولتلكن مصاري صرتوا تفكروا انه عندي مطبعة مصاري هون. الفصل هيدا ما رح روح على الجامعة، الفصل يلي بعده ما رح روح على هيدي المحاضرة، بروح على المحاضرة يلي بعدها. كل المحاضرات يلي عم بتروحوا عليها مدفوع حقها مصاري هيدي. انا تعبت كتير هون لحتى ابعت لكم المصاري اللي عم تصرفوها. انتو ما بتعرفوا قيمة المصاري. من بكرة انتو اتنين بتجوا على المعمل على الشغل. إذا بدكن تطلبوا مني 1000 تومان لازم تكونوا مشتغلين فيها. هلأ روحوا على غرفتكم. حاضر. اللي بصراحة عم تحكي عن جد بدك تشغلهم بالمعمل عندك؟ أكيد لازم يجوا على المعمل.
لا معصب كتير وعم يحكي جد كمان. يلا فوتي لجوا هلا. برانت حبيبتي، قومي حبيبتي قومي. يلا لازم تروحي على الشغل. يلا قومي. انا نعساني اتركيني. شو نعساني بلا كسل، يلا قومي لشوف. ليه عم تفيقيني من عبكرة الصبح ليه؟ طيب يا بنتي بكرة الصبح هي اللي بتقسم الرزق. ماشي يا بنتي قومي قومي بيكون راحة. اتركيني ولو ما بدي فيه. ييه اصلا ما بينحكى معكم ابدا بهالوقت. ييه خدي معك شوية اكل من شان ما تغمي بالمعمل. ما دخلك انت فيه. روحي روحي روحي. صباح الخير. مرحبا. اذا رايحين على حفلة خدوني معكم. مرة تانية من صباحية الله. دادا مش انت مفيقتينا لنروح على الشغل؟ طيب رايحين على المعمل. بس يا حبيباتي التياب اللي لابسينا خارج حفلات مش معامل. دادا الله يخليكي، نحن منلبس تياب بتلقي بمقامنا مش بالمحل اللي رايحين عليه. تقبرون ان شاء الله على هالمقام اللي عندكم. الكل المعمل لازم يعرفوا من هن بنات السيد مطلوب. خالصين. مين الكل بقى؟ العمال؟ الله يعينك يا حج على هالبنات. دادا وين البيض المقلي؟ انت ما بتعرفي اني بفطر بيض مقلي كل يوم، ليش ما سويتي؟ عملت لك شوربه يا بنتي. يلا بسرعه بسرعه يلا 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 لازم تروحوا بيكون هذا شغل من الصبح. يلا خلصوني لشوف. يلا امشوا. ييه يلا خلينا ناكل على قليله. يلا قولي مدير البيت بدون اكل شو بده يعمل بغيابكم. يلا سكروا الباب وراكم انتوا رايحين. صباح الخير. اهلين. سلام كيفك؟ اهلا انا منيح. إلك زمان ناطر؟ ما في مشكلة. ما توخذنا كل الحق عليا. هيدا أول يوم لهيك ما توخذنا. إلي أنت بتعرف إذا رح نشتغل بغرفة واحدة بالمعمل ولا بغرفتين؟ لا ما بعرف. طيب بتعرف قديش لازم نبقى نشتغل بالمعمل؟ لا ما بتعرف. انت ليه عم تحكي معنا بهالطريقة؟ انت زعلان؟ شايفتيني صغير؟ يلي عملتوه امبارح خلى سيد مطلوب ياخد على خاطره مني كتير. وشو دخلني انا؟ انا قلت لك من الاول ما تخليها تسوق. الحق عليكي انت، هي اللي لاهتني عن السواقة، لولا هيك ما كنا عملنا حادث. ليه عم بتقولي هيك؟ شو دخلني فيكي؟ انت وحدي طايشة. انت الطايشة. على كل حال سيد مطلوب قال لي حتى وصلكن على المعمل وانا عم ساوي مثل ما قال لي بالضبط. ما تشتتوا لي انتباهي لحتى ما يزعل مني مرة تانية. عندي سؤال، هلأ إذا هني عطوكي شهادة سواقة ليه أخدتيها منه؟ ايه أنا بعرف بسوق منيح. طفي شغله. انت ما قلت انه محلولة يا حضرة المهندس؟ يا معلم انا قلت لك انه الشغلة بدها صيانة اساسية. هلأ حاول تصلحه كرمال يمشي شغلنا، بس يشتريون السيد صبوري رح يتصل فيك كرمال الصيانة. طيب وشو بدي اعمل يا معلم؟ اشتغل لك شي شغلة صلحه. هونيك هو بعده معصب. ليش متجمعين هون؟ ليش واقفين؟ كل واحد على شغله، كل واحد على شغله. انتو شاطرين بس تطلبوا فرصة، وانتو ليش واقفين هون؟ يلا عشغلكم بسرعة. مرحبا. مرحبا بابا. اهلا اهلا. شو هالتياب هيدي؟ نحن بالمعمل هون. ليش بهم بابا؟ نحن بناتك الكل لازم يعرفوا.
الحقوني لشوف. آنسة اسماعيلي. نعم. بناتي. مرحبا. أهلا. مرحبا. ميت أهلين وسهلين. أهلا فيك. كيفك أنت؟ إن شاء الله منيحين. رح أترك البنات معك هون مثل ما اتفقنا بالضبط. ماشي. قلي لهم شو لازم يشتغلوا. حاضر. ما تعتل هم أبدا. تسمعوا الكلمة مثل ما بتقلكن. حاضر. المحل فوضى شوي، ما توخزوني، بعد غرفتي ما جهزت، اضطريت أشتغل هون لحتى تجهز. مبين. نحن وين لازم نقعد؟ نحن ما رح نقعد أصلاً ما رح نشتغل عن حق وحقيقة. بلا بالعكس، رح تشتغلوا عن حق وحقيقة، رح تشتغلوا في شغل كتير. طيب ما في مشكلة، أنا بعرف بالوورد والأكسل كتير منيح، يعني فيك تحطيني مثلاً مسؤولة عن قسم الحاسوب وبالك مرتاح. يخلي لي إياكي حبيبتي، ما في داعي لهيك شغلات أبداً، لأنه أنتو رح تشتغلوا بمحل تاني، وهيدول التياب لألكن انتو مطويين ونضاف وجديد وصحيين. وشو هالشغل اللي لازم نلبس كرماله هالتياب؟ ايه شو هيدا؟ ما بلبس هيك شغلات ها؟ ولا انا اكيد. هاي اوامر بيكن. شو يعني؟ نحن بنات مدير المعمل هيدا. طيب حبيبتي ما قوليلي شو دخلني انا؟ اذا بدكن تدخلوا على المعمل ما بيمشي الحال بهيدا التياب، منا صحية. ما توخزينا ليلى، ليش ما بتلبسي انت هيك؟ يا اما بتخلوني اشتغل بتيابي او ما رح مد ايدي على الشغل ابدا. ايه شو صاير هون؟ صوتكم واصل لتحت. اعطيني هيدا لو سمحتي. شكرا. عمو انا ما رح البس هاي التياب. ما في داعي لهيدا الحكي، انا ما بسترجي احكي مع بيكن هلا. اليوم اسمعوا الكلمه منه، اذا شافكن عم تسمعوا الكلمه يمكن يهدى شوي. يلا فوتوا غيروا تيابكن جوا بالغرفة، بيكن ناطركم تحت. أصلاً اليوم ما فينا نشتغل أبداً، وقت اللي كنا جايين كانوا عم بيصلحوا المكنة. عم تحكي مزبوط، هيك نحنا ما فينا نشتغل. المكنات تصلحت وما فيها مشكلة أبداً. طيب حتى لو صلحون لازم يشغلون شوي لحتى يحموا، هاي شغلتنا طويلة كتير، أصلاً اليوم ما بينشغل أبداً. حلو والله، ما كنت بعرف أبداً إنكم متخصصين لهالدرجة. إيه عمو، بالبيت عنا إذا تعطل شيء أختي بتصلحه دغري. إيه بعدين أنا رح أدرس ميكانيك بالجامعة. رح تدرس ميكانيك حبيبتي، يلا هلا روحوا غيروا تيبكم بسرعة. عمو. ما في وقت، يلا حبيبتي بسرعة. عجلوا بسرعة. أنا ما عم بستوعب ليش علي عم بيتصرف مع بناته هيك. سيد مطلوب ما بيشتغل شغلة عن عبس. بعرف، بس أسلوب التربية هيدا ما عاد ينفع هالأيام، ممكن يتعرضوا لأضرار نفسية. أضرار نفسية؟ تعو ليش متضايقين كل هالقد؟ أنا مثلكم وقت اللي لبست هالتياب أول مرة كنت رح أفقع، بس عن جد إذا بدكم تلبسوا غير هالتياب هون بالمعمل رح تلفتوا الأنظار. بس رغم هيك أنا بظن إن الشغل الإداري أحسن لإلنا. أنت شكلك بدك تاخدي الشغل من إيدي مشان يطلعوني برات المعمل، ما هيك؟ قلنار حبيبتي روحي على المكنة. لا ما قصدنا أبدا، نحن قصدنا إنه إذا بتهتمي فينا منيح رح نهتم فيك منيح نحن كمان، لأنه مثل ما بتعرفي بابا ما رح يبقى معصب دايما. يعني بفهم من هالحكي إنكن عم ترشوني، ما هيك؟ لا والله ما قصدنا أبدا. طيب يا صبايا أنتو شغلكن رح يكون هون، لازم تفصلوا الورق عن حبات الزيتون تطلعي هون، بعدين تخلوا حبات الزيتون تروحي على المكنة هيك بهالطريقة، شايفين كيف؟ إذا بدهم شي ساعديهم أنت. بس هيدا الشغل كتير سهل، ليش لحتى نحنا نشتغله؟ الصبايا موجودين خليني يشتغلوا هني. ايه والله معها حق، بعدين بابا ما كان قصده ابدا انه نحنا نشتغل هون، عن جد ما كان بده الا نتغير ونتبدل نصير ناس تانيين. هلا انا ما بعرف شو كان قصده بيكن، الشي اللي بعرفه انكم رح تشتغلوا بهيدا القسم مثل ما قال نيناتكن. تفضلي حبيبتي يلا عالشغل، هلا انا برجع بجي. ليش واقفة هون؟ ليش تركت المكنة؟ أنا ما قلتلك خليكي حدا؟ ما بعرف. يلا روحي، ما تتركي هيدا الصبايا لحالة. هيدا بالشغل هي عقوبة. يلا أصلاً شو الفايدة؟ حطي شوية زيتون. نحنا شو سوينا يعني لحتى يتعامل بابا معنا هيك؟ كل الحق عليكي أنت. ما تحطي كل شي علي ها؟ بكفي الزلق اللي عم بزلنا إياه البابا اليوم، وأنت عشو عم تطلعي؟ ولا شي. شو هيدا يعني؟ ردي على موبايلك. ما بدي، أنا عم بشتغل ما شايفتيني؟ عم بشتغل، إيدي عم بتحكني كتير، شو هالضجة ولو؟ ردي بقى على ماشي موبايلك. ماشي اسكتي. شيل الخاتم من إيديك. ألو نعم. إيدي عم بتحكني. نحنا وين؟ نحنا شو اسمه؟ نحنا على البحر هلأ. إيه على البحر. الضجة؟ هني هون
عم بيعمروا بناية وفيلات وأوتيلات وهي شغلات، ليش ما سمعتي هيك ضجة من قبل؟ روحي روحي جيبي لي سلة زيتون. حلي عني يا قال سلة زيتون. يلا بقى اتحركي. إذا عم جيبي لي السلة وهي بتقلي هيك سلة الزيتون. ايدي شو هيدا؟ شو هلا؟ يلا جيبي لي سلة الزيتون. احنا شو عم نسوي هون؟ اصلا احنا ما لازم نشتغل هون ابدا. خدي هاي الزيتون. تعبتوا له؟ شو عم بتقولي انت؟ شو عم بتقولي؟ وشو دخلك انت؟ لك جنت؟ لك وين الخط؟ ايه شو بعرفني انا مشغوله مشغوله هون. شو سويتي فيه؟ وينه؟ شو بعرفني وينه؟ زحيله. لك شو عم بتقولي؟ كان هون. انا قلت منجي لهون. انا شو بعرفني؟ انا شو بعرف؟ شو عم تعملي هون انت؟ خاطمه وقع هون وجيت عم دور عليه. انا ما قلت لك قبل هلا انه تفصل الورق عن حبات الزيتون؟ قومي لشوف. قومي بعدين برجع بحكي معك. يلا بخاطرك. طيب بس انا ما عملت شيء. تفضلوا كل وحده على شغله. يلا حبيبتي قري شو مكتوب هونيك. هلا طفيته. خلص طفيته. شغلي المكنه لشوف. أنا وضحت لكم كل شي حبيبتي، خليكم جديين شوي بالشغل أنت وهي. ما تنسوا إنه أنا وبيكم شايفينكم على طول وكل الوقت، خليكم جديين شوي. تفضل. طمن المهمة تنفذت بنجاح كبير. عم بينقوا عليك كتير مش هيك؟ لا لا شو هالحكي سيد مطلوب؟ منك حاسس انه عم تقسى على بناتك شوي زيادة؟ اصلا شو عرفون بهيدا الشغل؟ ليش انت من وين بلشتي يا بنتي؟ قلي لي. ايه بس انت الك فضل كتير كبير علي. انت عملتني مثل كأني بنت من بناتك. انت بتستاهلي اكتر من هيك. اشتغلتي هون لحتى تأمني مصروف امك. بس بناتي شو؟ كل تفكيري وهمي كان بالشغل لدرجة انه ما عرفت كيف كبروا بغيابي. لكل واحد اسمه ونصيب، ونصيبي انا كان اني دير بالي على امي. بس وضع بناتك مختلف، ما تقارنهم بالناس التانيين كتير. باخد الليستة تبع مبيعات الشهور اللي مضيت. انا حكيت مع مجيد بموضوعك. كل قرار بتاخديه انت بيرجع لإلك، وانا رح دافع عن قراراتك. بس ديري بالك منيح، مجيد ما بيعرف اذا رح يبقى ولا رح يفل. تأكدي منه أول شيء. حاضر رح دير بالي. ما تعطل هم. عن إذنك. تفضلي. وينك يا دادا هلأ لحتى تشوفي شو صاير فينا؟ هيديك البنت كانت عم تنقله بسرعة. هيدا شغلة بتعرف كيف تشتغلوا، مش شغلي أنا وياكي. إيدي عم تجعني كتير. انتبه هلأ بينكب، وقتها لازم نجمع الزيتونات حبة حبة. مشتك بقى نقوله، ما في داعي تمد إيديك. ما رح مد ايدي. انتي خدي لشوف شو رح تعملي. يلا وصلي. عن جد حتضربيني؟ ايه. مرحبا. اهلين. شو اسمك؟ انا اسمي بامجان. انتي بتعرفينا ما هيك؟ ايه انتو بنت سيد مطلوب. برافو. الاخبار عم تنتشر بسرعة كبيرة. ايه اكيد. شو لكن؟ انا جلنار اختها لهيدا. عن جد كتير منيح. طيب إيه؟ لكن ساعدونا لحتى ننقل هالبرميل. كتر خيركن. ما تواخذونا يا صبايا، بس هيدا الشغل منو شغل. عن جد مش شغلكن؟ ليكي بتعرفي شو؟ بابا بعتنا بشكل سريع المعمل لحتى نشوف الشغل كيف. قالنا لحتى نختار العمل. ايه الاحسن. احنا لازم نقله من الاحسن. ايه انتو بدكم. طيب لكن ما تنقلوا مثل ما بدكم. احنا ما دخلنا. حطوا البرميل محل وروحوا على شغلكم. ليش عم تخلوا ناس تشتغلكم شغلكم؟ ها بابا طلع على ايدينا كيف صاروا. شو نسيت انه نحنا منكم بناتك؟ يعني انتو عمال عندي ما بتفرقوا شي عن البقية ابدا. بابا يعني انت بتفضل هيدول النوريتين علينا نحنا؟ بارنيان استحي على حالك. روحوا على شغلكم قبل ما تسودوا لي وجهي قدام كل شي في ناس بالمعمل. بابا ما توخزني، بس انت عم تقسى علينا كتير، ونحنا تربينا. ايه والله تربينا. خليه يمرق يوم واحد على القليلة بعدين نقوا علي. يلا عشغلكم لشوف. حاضر حاضر.
شو هالوضع هيدا؟ ليش ما عم تهتم بحالك؟ دكتور صدقني عم بقول له كثير انه يهتم بحاله، بس هو للاسف ما عم بيرد. ليش شو صاير دكتور؟ زاد الوجع شوي صغير عن قبل بس. اللي سنه بقول لك لازم تعمل عمليه. مشغول كثير، ما فيي. دكتور قل لي هات من الاخر. لازم تعمل عمليه، والا ما في وعدك انه هالقلب رح يضل يدق من هلا لثلاث اشهر. واذا عملت العمليه قدي رح يضل يدق؟ يمكن 30 سنه، وطبعا حسب النيه. انا رح نسق مع الدكتور احمدي حتى يدخلوك على المستشفى بطهران. ما في اترك كل شغلي بهالظروف. اسمعني شو بدي اقول لك، ما فيك تترك قلبك كمان، لازم تعمل العملية. بالأول بتروح بتاكلك شلقمة لحتى ترجع مثل ما كنت. ليك شو رح ينفعك المصنع إذا ما كنت بصحة منيحة؟ لو شفت حالك بس فوق. خوفتك مش هيك؟ ايه اكيد. شوف اذا المشكله بالقرض خليني انا تابع الموضوع. لازم تفكر بقلبك يا علي. طيب وبناتي شو رح يصير لهم بعد ما راحوا غير يوم واحد على الشغل؟ اذا قلت لهم اني مريض رح يعتلوا هم كتير، رح يلحقوني على طهران. لكن ما في داعي تقول لهم. ايه الابوه مش بس تبعت لهم مصاري كل شهر ورا التاني، لا، الابوه انك تعلمهم كيف يقفوا على اجريهم ويستقلوا حتى يعرفوا شو عم بيصير بهيدي الدنيا. خليني دلهم على الطريق أول شيء، هيدا المهم. على مين عم تضحك قلي؟ لك إذا بيجوا لعندك وبيبكولك شوي بتعملهم اللي بدهم إياه وبأسرع وقت، وبيرجع كل شيء مثل ما كان بالأول. أول شيء خليهم يوقفوا على إجريهم. مجيد اسمعني، كم مرة حاولت أعمل عملية لقلبي هالسنة وما كان يمشي الحال، كم يوم تانيين فوقهم ما رح يصير شيء. صدقني أنا ما فيي أترك المصنع والبنات لحالهم. ماشي رجع لك لحظة. بعدك ذاكر بعد 15 سنة اني بحب الشوكولا، على طول كان احسن هدية بتجيب لي اياها. وهلا بدي اوقف هون قدام الكل واعترف واطلب ايدك قدام. شو جنيت انت؟ ليه؟ شو خجلاني؟ ايه اكيد خجلاني، انا بخجل كتير قدام السيد مطلوب. هاي اجت بنت السيد مطلوب. شو صاير في شي؟ ولا شي، بس كنت حابة اقلك اني عم بدرس ادارة تجارية، يعني فيني ساعدك بالشغلات الادارية كتير. بس يا حبيبتي انا قلت لك انه منا بحاجة لهيك شغلات هون، حتى انا قاعدة بلا شغل. روحي على شغلك عمو. هلا انا بحكي اليوم مع بي كرمالك وكرمال اختي كمان، ما تعتلي هم. شكرا بس ما تنساني. ايه ابدا. شو قولي لي هلا شو جوابك؟ بعد عم تطلع لهون. انا هلا فيلي من هون، اطمني. راحت. ليش خايفه كل هالقد؟ بعدين ليه تلبكتي هالقد قدام البنت؟ طيب ما بدي حدا بالمصنع يعرف باي شيء. ويعرفوا شو عم بشتغل شغلة مخالفة للقانون. أنا عم بطلب إيدك وما رح حل عنك لحتى توافق. مجيد، وقت اللي رجعت على إيران ما كان عندي حافز لشي لحتى شفتك. وقت عرفت إني غلطت من 15 سنة وبعتترف إني غلطت وبدي صلح غلطتي. براند شو عم شو صار؟ مجيد عم يطلب لإيدها. عن جد؟ لولو يا الله شهر رومانسية. ما في حدا. بظن انه في حدا عم يتنصت علينا. شو رأيك نحكي بعدين بالموضوع؟ ما بدي حدا يعرف ابدا. طيب ويعرفوا شو فيها يعني؟ الو، اهلين سيد مطلوب. لا البنات بخير يا حنا، عم يشتغلوا. جاية؟ تفضل اهلين. بعدك حاطة الأصفرة من 15 سنة؟ لا لا، بس اليوم حطيتها بإيدي. بظن كأني سمعتهم عم بينادوا لك، أكيد عايزينك بشي، روح شوف. إيه عم بعيطوا لي. إيه
طيب روح بقى. ماشي رح اروح. بيلبقوا لبعض ما هيك؟ ايه. وانت ليش طلعتي لفوق؟ كنت عم تقله انه الشوكولا احلى هدية بالنسبة لألك. وانت ليش طلعتي لفوق؟ بعدين بقلك. وقت بتروحي عطولت خبرينا. شو عم تقولي؟ عم قلك وقت تروحي عطولت خبرينا. وليش لازم خبرك بقى؟ ايه؟ اوف لازم تخبرينا، نحنا كلنا هون منخبر بعضنا بكل شيء. احكي مثل الخلق. ها ما تنسي انه نحنا بنات السيد مين مطلوب. ما كنتي تكوني، نحنا كلنا عم نشتغل مع بعض هون. ما حدا مسؤول عن شغلكم انتو اتنين. شو المسكينة اجت لحتى تشتغلكم شغلكم؟ هيك منتبه منيح لحتى ما توقع زبالة بالمكنة. انتو لازم تضل عيونكم على شغلكم، اذا كنا هون ولا ما كنا هون. انت فاهمة شو عم قول؟ نحنا هون كرمال سبب انتو ما بتعرفوه، ومني شايفة داعي اني اوضح لكم السبب ابدا. نحنا امتى ما بدنا بنشتغل، وقت اللي ما بدنا ما بنشتغل اصلا. عم تفهمي؟ ما تضحكي ها، بدل من هالحكي الفاضي خليكي بشغلك بس. بابا انت هون؟ كنت جاي لعندك لحتى اقلك شو هيدا يلي عملتو فينا. هلأ صرت لازم اقلن للبنات وين رايحة وين جاي؟ كلمة للخلق لشوف لحتى ايه اعرف شو صاير. معها حق، كل وحدة بتمرق شو هي معها حق. ياور وينك من الصبح انت التاني؟ مش على اساس تروح تجيب الزيتون مشان ما يوقف الشغل؟ كنا بقزوين انا وسيد مطلوب بالبنك. معلم وقتها بروح معك لازم خبره لسيد مجيد. شو القصة بابا؟ براند راحت على التواليت، بعدين هديك البنت قالت لها لازم تخبرنا. بابا نحنا ما فينا نخبر هيك على راسنا. عيب عليكم، ما تبكوا هون. سيد مطلوب اتصلوا من طهران كتير، هني على الخط، فيك تحكيون؟ ليش بعدك واقف هون عم تطلع فيي؟ يلا روح خلصني. ماشي معلم، تأمرني بشي؟ طروا شوي لألكن، اصلا اليوم ما في داعي تشتغلوا، روحوا على البيت. ياور وصلهم بطريقك على البيت. حاضر من عيوني، ناطركم بالسيارة. ماشي. يسلموا ايديك. سيد مطلوب ما رح تجي تحكي، اتصلوا مشان العقد هلا. يلا بقى تعا. يلا جاي. عطوك القرض؟ ما كان جاهز، قالوا لي تعا السبت. يعني رح يدفعوا؟ ايه بس نحن متاخرين مجيد، بعد العطله عنا التزامات كتيره. علي هيدا الصاب كتير شايف حاله، تعبني كتير، شو ما بقول له بيعمل اللي براسه. ماشي رح احكي معه. يا حاج شو عم بتساوي هون والجو كل هالقد برد والمحل وسير؟ خد حط هيدا عالجد مشان ما تضرب. يسلم ايدي كده دادا، عادي شوي عاوزك. خير ان شاء الله. خير. انا رحت لعند الدكتور ونسق مع المستشفى بطهران كرمال العملية، بكرة لازم نروح. طيب وليش ما خبرتني؟ كنت خبرني على القليل مشان لم غراضي. انت ضلي هون مع البنات بس ما تخبريهم بشي. طيب معقولة هيك؟ تروح لوحدك منشان العملية؟ ما بدك حدا حدك يناولك على القليل كباية مي؟ اختي موجودة، انت ديري بالك على الولاد. يا عمي لازم يكون حد المريض واحد بيفهم بالصحة، مش تقلي الست عطية المشرشحة. دادا لو القصة عليك كنت بتقلقي على نظافة وسائل العمليات، شو بدك بهالمسكينة هيدي؟ شو بدي ساوي يا حاج؟ خايفة عليك، ما فيني اتركك لحالك. دادا انت بتساعديني اذا كنت هون معهم، اذا جيتي رح يلحقوني البنات لهونيك وهيك رح كون خايف اكتر. انا بدي اياهم يتعلموا الشغل من دون ما اكون موجود معهم، كرمال اذا حطيت راسي ومتت ما يروحوا يشحدوا بعدين. دخيلك يا حاج، قول لا سمح الله. حاضر لا سمح الله. شوفي دادا، إذا بقيتي هون بيكون أحسن لي بكتير. رح خلي مجيد مسؤول عن المعمل كرمال يشتغل كل شي عني، انت ديري بالك على البنات لحتى ما يتركوا الشغل. وقت اللي بتأمر انت شو فينا نساوي؟ حاضر ناطر حدا شي؟ مجيد معلش روحي وافتح الباب. وليش لا؟ يكتر خيرك دادا. كتير ولو شو هيدا؟ ليش طالع بيشبه المرجوحة؟ أصلاً ما بيشبه المرجوحة أبداً، تعرفي ليه؟ لأنه منه متصل من النص. لو متصل من النص ونزلنا هيدي الجهة من هون وقتها رح يصير مثل المرجوحة. شكراً على التوضيحات. براند أنا ما بعرف ليش عم يطلعوا فينا هيك ويحكوا بين بعضهم. طيب عم يحكوا مع بعضهم؟ لا
لا يا فهماني، عم يحكوا علينا أنا وأنت، لأنه وقت اللي بيطلع فيهم بيديروا وجههم لهديك الجهة. ليش فينا نحن شي لحتى يحكوا علينا؟ هلأ رح روح قلن أنه ما بحق قلن يحكوا علينا أبداً. إيه؟ لحظة شوي، أنت وياها عم تحكوا علينا؟ لا أبداً. لكن عن شو عم تحكوا؟ صحيح أنه سيد مطلوب مسافر على شيراز والسيد بختياري رح يصير رئيس المعمل. ومين بيكون السيد بختياري؟ أنت ما بتعرفي لسيد بختياري رفيقه لسيد مطلوب اللي كان عايش برا. قصدك سيد مجيد؟ إيه؟ هو رح يصير رئيس المعمل؟ إيه حبيبتي. لا مش صحيح، ما في هيك شيء. بابا هو رئيس المعمل ورح يضل رئيس المعمل كمان، ما حدا رح يحل محله أبدا. أها شفتوا، هيدي بنته قالت ما في شيء وإنتوا قاعدين عم تحكوا. اصلا مين قالكم انه البابا رايح على شيراز؟ الاستاذ هو خبرنا. انا مقدر اهتمامك بالمصنع، بس مجيد بيعرف اكتر بهاي الشغلات. انا خبرت الانس اسماعيلي، وانت دير بالك كمان، وقت يلي بيصير القرض جاهز ساعدها كرمال ترتب الامور. قال الست اسماعيلي، قال اصلا من وقت ما اجا سيد مجيد ما بقى اهتمت بشي ابدا. لا تواخذني. انت ما بتستحي على هيدا الكلام؟ ليش انت عم تتدخل بشي ما بيعنيك؟ لاني اسماعيلي والسيد مجيد بيعرفوا بعضهم من سنين، بدهم يتزوجوا. عفوا ما تواخذنا. بابا شو القصة؟ عن جد بدك تروح وتسلم المصنع لعمو مجيد؟ طيب ليش رايح؟ ليش ما بتخبرنا بشي؟ ليش لانك معتبرنا مثل العالم؟ عن جد ليه ما معتبرنا مثل العالم؟ نحن لا لازم نسمع من الغريب. لا مش هيك، خليني احكي مع الصبايا. نعم. برجع بشوفك يعني بعد شوي. رح نغير نحن رح نغير تيابنا. لا انتو رح تبقوا هون وانا بعدين برجع بشرح لكم الوضع كيف صار. ايه بابا نحن عم نسمع. هلأ بعدين نحن ما رح نبقى لحالنا هون ابدا، عم تفهم شي؟ انس اسماعيلي، مديت شكل كارد وحطيته بالصندوق. نعم. وهي المفاتيح. شكرا، كلك ذوق. الدهان رح يخلص اليوم مش ايه؟ اكيد معلم. يلا لازمكم سليت شي؟ كرمالي يعطيك العافية. لازم تكبس الأغطية منيح مشان ما تسرب هوا لبرا، عرفت كيف؟ هيك يعني. يعطيكم العافية. عرفت كيف؟ تعمل لها ممكن دقيقتين؟ شوفي بدي أحكي معك بموضوع عن إذنك. ما كنت بعرف إنه في بيناتنا مواضيع. سيد مجيد أنت أكبر مني واحترامك واجب، يمكن أنا عم بعمل لك وجع راس، بدي منك بس دقيقتين. صاير مقدب كتير. خليك بشغلها. حاضر. يعطيكم العافية. الله يعافيك. سهيل حط لك سطل مي. سيد مجيد، روح لعند السيد مطلوب وقل له انه ما خرجك هاي الشغل، خلينا نخلص. ما خرجي شو؟ إدارة المعمل. هالشغلة منا خرجك، ما فيك تدير المعمل لحالك هون. أنت اللي فيك يعني؟ ليكي سهيلة، الصندوق اللي عندك تعبى غيري. سهيلة طلعي فيني. نعم. الصندوق اللي عندك تعبى غيري بقى. حاضر معلم، حاضر. اسمع يا ابني، شايف هيدا الخط؟ أنا اللي ورطته عندك. كل المكانات اللي هون بالمصنع أنا اللي وردتها. أنا قلت له للسيد مطلوب يشغل هيدا الخط من 15 سنة، وأنا لو بدي ضل كن ضليت. مشان هيك اتأكد منيح إني بعرف دير هيدا المصنع أحسن منك. إيه مزبوط، كلامك صحيح. بس أنا يلي حافظ هيدا المصنع بصمة، بعرف كل شردي ووردي فيه والعمال تبعه مرتاحين معي أكتر. إيه معك حق، بس احتاج لك ببقى بقول لك. سهيل شو صاير؟ على مهلك. ما شفته للسيد محمدي؟ لا ما كان فوق. كتير منيح، دوري عليه وقل له انه التشيك جاهز يجي ياخده. بتقوموا بشغلكن بشكل مزبوط. حاضر. ديري بالك عليهم وما تخليهم يهربوا من الشغل. ها انت طمن بالك سيد مطلوب. رح دير بالي منيح على بناتك الامورات. يلا على شغلكن. بابا شو جايبنا اسرى لهون؟ رايحين. طيب روحوا. ايه يلا معناها بخاطرك بابا. عيب يا بابا هون. يلا روحوا على شغلكم. انتوا مشاغبين كتير. ايه يلا على شغلكم. لشوينا يعني عمل كلمة من بيكون بالضبط ما كأننا بنات. حد اذنك. مع السلامة، دير بالك على حالك. علي كنت جاي لعندك لحتى ودع. خلي لي اياك، حكيت مع الصبايا؟ ايه؟ ما قلت لهم شيء مشان ما يقلقوا؟ لا 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 ان شاء الله بتعمل العمليه وبتقوم بالسلامه وبترجع لنا سالم وعافيه. طيب لكن عن اذنك انا رايحه. مع السلامه. الله يسلمك معلم. عمليه شو صاير شيء؟ شوف يا ابني ما في داعي تعرف كل شيء عم بيصير، روح دور السيارة ووصل السيد مطلوب مشان ما يتأخر. يلا بسرعة. انطر يا ور مجيد، أنا سلمتك المعمل، دير بالك على كل شيء. ما تعتلهم، قم ترجع بالسلامة. انتبه لحالك. الله يسلمك. يلا نمشي. مع فضل. السلامة. ما أنا خلق أشتغل، ما زوجي كتير. ما
وأنا كمان مزعوجة. بابا كان لازم ياخدنا معه. لو ما حضرتك سويتي هيك بسيارة ما كان بابا جبرنا نقعد هون ونشتغل هيك شغلات ويروح لحاله. براند، أنا اللي سويت بالسيارة هيك؟ أصلاً شو دخلني أنا باللي صار بالسيارة؟ كل اللي صار فينا هلأ من تحت راسك، أنت اللي بتغلطي وأنا اللي لازم أكل الحساب. أنا بعرف أصلاً شو مشكلتك، أنت بتحسديني على طول، كنت تحسديني لأني بعرف أكتر منك، لأني رحت وطلعت شهادة سواقة. أصلاً أنت ما معك شهادة، بعدين بابا عطاني السيارة ومعطاك إياها إليك. أنا بعرف أصلاً شو مشكلتك. بتعرفي شو مشكلتي؟ على قد منك غبية ما بتعرفي إنه بكره السواقة بعد ما عملت ماما حادث وماتت. شو عم تعمل أنت وياها هون؟ ليه مش لابسين لك فوف إيه؟ ليه شو صاير يا عمو؟ بتعرف شو يا عمو؟ نحن مزعوجين كتير لأنه بابا راح، أصلاً ما فينا نشتغل أبداً، مش أحسن لو رحنا على البيت هاليوم؟ الشغل ما تعيطولي يا عمو، بعدين السلات اللي تحتكن تعبت، ليه ما فضيتوها؟ رح نفضيها اليوم، بتبقوا بعد الدوام لهون حتى تكفوا شغلكن هيدا، وبتنطفوا المحل كمان. بيكن ترككن أمانة برقبتي لحتى دير بالي عليكن، لحتى ما تهربوا من الشغل. سيد بختياري، سيد بختياري، ممكن لحظة إذا سمحت؟ ليش عم تتعامل هيك مع البنات؟ بيون منو هون، حرام عليك، خليك حنون عليهم أكتر. بس أنا حنون عليهم، ما عم بزعجهم بشي أبدا. أنت بتتذكر هيداك اليوم كنت عم بحكي أنا مع علي حتى ما يتعامل معهم هيك؟ إيه مصبوط. الزلمة طلب مني بس خليهم يحسوا بشوية مسؤولية حتى ياخدوا الأمور بجدية أكتر. ماشي، إذا في مجال نفكر ببعضنا أكتر، شو رأيك؟ منك حاسس إنه هيدا المطرح منو مناسب أبدا لحتى نحكي أنا وأنت بهيك مواضيع؟ نحكي بعدين. شو هالرمان الطيب هيدا؟ ايه وانتي نزلي اكل فيهم ما هيك؟ منك شايفة يعني؟ مني شايفة، كلي كلي حاجة تاكلي، اتركي لك شوية رمان، هلا بيجعك بطنك. جوعانة كتير. طيب إذا جوعانة، ليش ما كنت تاكلي مرتديلا؟ لأنه أختي نباتية ما بتاكل لحم أبداً، في عندها شوية مبادئ عم تلتزم فيها وما حدا بيعرف ليش، مثل هلأ مثلاً لازم نجي نقعد على الأرض ونشتغل. شو العالم هيدول ولو؟ الحق علي أنا قلنا من الصبح واقفين على إجرينا، خلونا نقعد شوي. موبايل بابا مطفي، خدي لقلك. أنا عم قول إنه كل هالشغل شغل بابا. طيب إذا أنت جيعانة ليه ما بتاكل الخبزة على القليلة؟ تعرفي بشو عم فكر هلأ؟ أنا بظن إنه بابا واقف هون بشي محل وعم بيراقبنا. سيد مطلوب إجا لهون؟ قوموا خلونا نلم هالغراض ونحطهم على الطاولة، هلأ بيجي بيقلنا ليش قاعدين على الأرض. شو صاير لك أنتي هلأ؟ شو ما قالت أختي بتصدقيها يعني؟ بس معها حق، أنا بعرف إنه سيد مطلوب بحب كل شي يضلوا محله، إذا بيجي وبشوفنا قاعدين على الأرض أكيد رح يخانقنا ورح يزعل منا. رح أشتري لكم أنتوا اثنين هدية مرتبة. أنا ما بحب هالشغلات كلها. قبل ما اجي لهون كنت عم قلها لبامجال انتو مثل افلام الكرتون اللي كنا نشوفها بزغرنا، اوليفر تويز، ديفر كابيفيلد، شو بعرفه؟ مثل كوزات. ايه مزبوط، مثل كوزات بالضبط. لانه بيكون مش هون عم بيشغلوكن كتير، منشان هيك ضلينا هون حتى نساعدكن. ايه والله معك حق، اليوم ساعدتونا كتير. عمو مجيد قالكن تكتبولنا بس كيف لازم نسويهن. بس لو ليكن انتو الله واعلم شو كنا سوينا بدل الزيتون البرور دي. ايه يعني كنا سوينا. قلتي انه السيد مجيد والانسه ليلى رح يتجوزوا؟ لا ولا. طيب شو عرفكن انتو؟ ها ولا، والكل بيعرف هون. انتو ما بتعرفوا؟ بلا، ما قلتلك انه طلعت لفوق وشفت الشوكولاتة. وليش طلعت لفوق بقى؟ لازم قلك يعني ليش طلعت لفوق؟ ليكي هيداك اليوم ما كنت تحكي، قلي لي لشوف ليش طلعت لفوق. طيب برافو عليكي، انت قلتيها ما كنت احكي، سالتيني 10 مرات وما جاوبتك، يعني ما بدي اياكي تعرفي ليش طلعت. شوفي عم قلك ليش طلعت لفوق. ليش منك انت اختها الصغيره وهي اختك الكبيره؟ ليش عم تحكي معها بهالطريقه؟ ليش عم تخانقيها هيك؟ ما انا عم بتخانقني، ليش هي بتسترجي تخانقني؟ سوتي لي وجهي قدامهم، تعلمي منهم، شوفي الاخت الصغيره كيف بتعامل اختها الكبيره وكيف بتحترمها. شايفتك عم تاكلي مرتديلا. ايه مين قال لك ما باكل؟ ما رح ضل نباتيه لاخر عمري يعني.
كنت حابة اختبر ارادتي وشفت حالي فيني اقاوم، فيني اتحمل مسؤولية كل شيء. عم قطعتهم منيح، مانن كبار. ليش ما بتتذكري؟ يلا اشتغلوا حتى نخلص. يلا اللي يخرب كل شيء بيخرب، انا اللي بصلحه هلا، والغسالة انا كمان اللي صلحتها. عزبناكن كتير. ايوة معنا. عزبناكن معنا. يسلموا ايديكم. ولو تكرمي. رح نبدلكن المعروف اكيد. ايه رح نشتريكن هدية. انت اتصلي بالبابا لاشوف اذا شغل الموبايل ولا لا. خبرتوا اهلكن انه رح تتأخروا؟ لا خبرت ماما انه رح نتأخر. لا ما خبرتها. ما خبرنا. ماشي انت يلا جوا. ماشي انطريني هون. ايه منشوفك ان شاء الله بخاطر. مش هاي سيارتي يا ويل؟ وينه انا ما شفته. طيب روحوا انتم. ماشي يلا انت هلا رايحين. خاطركم بالسلامه. اليوم اتصلوا فيي قالوا لي عمو مجيد ما عم بخلينا نرجع على البيت. قلت لهم اذا ما خلصتوا شغلكم ما رح يخليكم ترجعوا، وانا قلت لهم اذا بتجوا ما رح خليكم تفوتوا، ما رح افتح لكم الباب. لا لا قلت لهم يجوا بالتاكسي. شو قصدك؟ ليك بظن انهم اجوا. سكر سكر، ما بيعرفوا اني عم بتصل فيك الا للست عطيه. تخلي الموبايل معها منشان وقت اللي اتصل لحتى اطمن عليك ترد هي. سكر سكر خلص. مع السلامه مع السلامه. شو مفكره الكل مثلي ومثلك بضلوا يتناقروا مع بعضهم على طول؟ الاخوه بيهتموا ببعضهم كتير. اصلا القصه مش هيك ابدا. انا مني هيك، انت هيك. مرحبا. انا عم بهتم فيك. اهلا وسهلا. فمجال الاخت صغيره، شفتيها كيف كانت عم تسمع كلمه اختها؟ ايه بس كالنار مانا مثلك، ما بتعلق على الوحده من الصبح للمساء وبتطلع لها اخلاقها. شبكن يا عمي صوتكن واصل لاخر الدنيا. خلصتوا شغلكن انتو؟ ايه. دادا شو في عشاء؟ حاسي حالي رح موت من الجوع. قولي لي العشاء جاهز؟ ايه ايه العشاء جاهز، وانا تحت امركن كمان. ما بدي تعذبوا حالكن وتقوموا تساعدوني. ها يلا لشوف انت وياها، قوموا ساعدوني بالاكل. وليش يعني انا بقى؟ لانك اختي الصغيره. اتفقنا شو ما قلك انك تقولي لي حاضر. حاضر. ما عادش فينا اتحمل اصلا، رح اعمل حالي مريضه اليوم وما رح اشتغل. شو هيدا؟ مرحبا. مرحبا. مرحبا كيفكن؟ شو عم منيحين؟ من وين بدنا نكون منيحين؟ شكلها المكنه تعيطت. عن جد علمي عليك ما معقولي هالعمي يعني؟ جينا لقينا يا هيك شايفين؟ هن مربوط شخصنا شو زمنا يعني؟ الله لا يوجه له الخير اللي عمل هالعمي. مش معقول عن جد، الله لا يوجه له الخير اللي عمل هالعمي. كل مرة بتخرب بس هالمرة تخربت. قالوا لنا روحوا على بيوتكم، شو زمنا نحن يا هيك؟ يا عطلة مصاري في ليه ما بدهم يصلحوها؟ طيب شو انت شو لازم نعمل؟ اصلا مش هيك ابدا. عم بقول يعني مثل ايام المدرسة وقت اللي كان يصير ثلج وتتعطل المدارس، ما بتنبسطوا؟ بسط شو؟ ما كنا نبسط. يلا يلا ما صار شيء، ما صار شيء، بيروحوا اليوم على البيت. لا يا عم ما في هيدا، ما صار شيء، هون مشوار بعيد. هلا رح نفوت نسأل ونخبر. رح نروح ونسأل ونسأل. طيب نسأل ونخبر. أنا سابرنيان، السيد مطلوب أيمتى رح يرجع؟ ما بعرف. شو بدك تعرفي يا حبيبتي؟ هلا بدي أسأله أنا. طيب انا وضحت لك كل شيء. ما تواخذني، عم اقول لحالي ليش ما بتصلحوا المكانات بسرعه لحتى يعرفوا المساكين شو بدهم يعملوا. سالوني لالي بس انا بصراحه ما عرفت شو بدي اقول لهم لاني ما عارف السبب. خلصتي؟ ما خبرتيهم؟ المكانات مش معطله. اذا مش معطله لكن ليه مطفيه؟ ليه ما بتشغلوها لكن؟ لانه في شخص اخذ قطعه كتير مهمه من المكانات لحتى ما تشتغل ابدا. عرفتي هلا شو القصه يا حبيبتي؟ لا. طيب ليش ومين يلي عمل هيك؟ بعد ما عرفنا مين هو. بس انتو روحوا ونحنا منخبركن. انتو خبرتوا بابا؟ لا حبيبتي رح نحل الموضوع نحنا. بعدين من امبارح انت عم بتقولي لي بدي روح بدي روح، وهلا انا عم بقلك تفضلي روحي على البيت وانت واقفه عم تطلعي فيي بعدي. يلا حبيبتي روحي لشوف. خلص ماشي هلا بروح. عمو عن جد في حدا خرب المكانات؟ ايه مثل ما مبين صار هيدا الشيء امبارح بالليل وقت اللي انتو كنتوا موجودين. بس نحنا ما شفنا حدا غريب امبارح. بعرف، ما هيدي هي المشكلة. انت شو قصدك؟ قصدي اقول انه الشائعات عم بتقول انه انتو اللي سويتوا هالشي. نحنا؟ طيب شو دخلنا نحنا لحتى نخرب المكانات؟ ما بعرف، يمكن لانه ما بتحبوا تشتغلوا بالمعمل وعلى طول عم تحاولوا تتهربوا من الشغل. شو هالحكي هيدا معقول؟ بعدين امبارح المسا ما كنا لحالنا، كالنار واختها كانوا معنا. فيك تسألهم. انا حكيت معهم قالوا لي انه كان معكم وقت بكفي لحتى تاخدوا القطعة، بعدين راحوا أبكر منكم مش هيك؟ مزبوط، بس بكم دقيقة مش أكتر.
اختي نسيت الموبايل تبعها، بعدين راحت لحتى تجيبه، قاموا قالوا لنا انه نحن تاخرنا ولازم نروح، قلت لهم روحوا، وبعدين اجت اختي ورحنا دغري، يعني ما اخذنا وقت كثير. اللي هلا يعني هن اللي قالوا لك انه نحن سوينا هيك؟ لا، قالوا لي انه راحوا قبلكم. مثل ما شايفين الاتهامات موجهه لكم، وعم بيقولوا ياور ساعدكم كمان. ياور؟ وليش هو بقى؟ ليه ما كانت سيارته هونيك؟ بلا، بس يا عمو أنا ما بعرف شي عن هالمكنة وعن هالقطعة اللي عم تحكي عنهم هلأ. ما بتعرفي؟ وأختك ما بتعرف كمان؟ مش هي قالت إنه عم تدرس ميكانيك؟ شو بكي؟ منشان شو خربت المكنة؟ شو؟ فكرتيها غسالة ولا خلاط كمان؟ عم تسرقي قطعة من المكنة ما هيك؟ شو جنيتي لحتى عم تحكي هيك وما بتعرفي شي؟ أولاً هي ما اسمها قطعة، اسمها قضيب. تاني شي بتطلع هالقد، كيف بدي طلع على حالي؟ أنا ما بعرف كيف فيك تطلعي، اللي بعرفه إنه هالشغلة شغلتك. هيدي مش شغلتي برند، ليش عم تحطي كل الحق علي أنا؟ أنا عم حط الحق عليكي لأنه هن حطوا الحق علينا، كل نار وإختها قالوا هيك كمان، وأنا بعرف إنه مش شغلتي. اثنيناتهم يضربوا بشكلهم، هيدا معمل بابا، ليش لحتى سوي هيك؟ بعدين يا حضرة الدكتورة أنت طول الوقت معي، أي ما تفضيت لحتى سوي هيك؟ وقت اللي رحتي لحتى تجيبي موبايلك، ليش طولتي كل هالقد؟ رحت لحتى أجيب موبايلي لأني رحت على محل ما كنا قاعدين. ليش ما كان موبايلي محل ما كنا قاعدين؟ بلا، بس ما لقيته هونيك، كان واقع ورا المكنة الكبيرة، دورت عليه لحتى لقيته، لهيك طولت. قليلي وقت اللي رحتي ياور كان هونيك؟ لا، ما كان في حدا هونيك. سيارته كانت واقفة برا، بس هو ما كان جوا. عن جد ياور؟ اسمعني منيح، ما رح تطول الشغلة. سيد ياور، ما رح تاخد أكتر من دقيقتين. إني هلأ خلاص. انت ليه سويت هيك؟ سيد وصية، انا بتصل فيك. ايه انا بتصل فيك. ليش سرقت القطعة تبعت المكنة؟ شو؟ القطعة تبعت المكنة ليه سرقتها؟ ليش بدك تسوي لنا وجهنا قدام بابا؟ يعني كرمال الحادث اللي زعل بابا منك انت لازم تسوي هيك؟ قصدكم انا خربت المكنة؟ ايه، لكن انا شفت سيارتك باخر الشارع. ما جيب لجيب، واذا سيارتي هوني؟ الكل عم بيفكر هون انه نحن وانت تعاوننا لحتى نسرق القطعة من المكنة ونعطلها. شو كان سيارتك عم تسوي هوني؟ ما كان معي بنزين، تركتها هونيك. عم قلكم انه هيدي الشغلة ما لي فيها. شغلة مين؟ انا شو بعرفني شغلة مين؟ هيدول مفكريني لامي مصرياتي عن الطريق. لا يا معلم، شو في؟ الحمد لله الاخبار هون تنتشر بسرعه. اخبار شو؟ وين اخبار شو معلم؟ والله مطلوب. ما عنده معاون، نحن هون، نحن هون. لا كذب انت ثاني. والله كانه صاير معكم، خبرني لالي اصلا. ما معك يا معلم، هيدا شغلته ماشي هون. هذا فهمان شو في؟ يلا كل واحد على شغله. نحن اللي خربنا المكان، هيدا معمل بيننا. اصلا بابا هو اللي رح يخسر، ما حدا رح يقول له يحكي معنا. رح يطلعونا من الشغل. خلص روقي بقى. طيب شو بدكم؟ شو بدنا نعمل هلا؟ وانا شو بعرفني شو لازم نتساوى؟ يعني امشي، خلينا نروح، خليكن هون لحتى نقلكن شو لازم نتساوى. شو بدنا نعمل؟ عن جد شو العمل هلا؟ شو بعرفني؟ عم ترفع صوتك بمعمل السيد مطلوب؟ ايه بلا حكي فاضي انت هلا. السيد صابوري بده يعرف شو رح يصير بأمواله. وطي صوتك، ليه السيد صابوري ما عنده لسان يحكي فيه؟ أنا بعدني عم بحترم السيد مطلوب وما عم أقول شيء. يا عمي على أنت لو كنت بتفهم بالاحترام ما كنت تحمل حالك وبتجي لهون كرمال شغلة لسه ما صارت، وبعدين ما ترفع صوتك هون. إيه؟ وتفضلوا هلا اطلعوا لبرا أحسن ما عصب عليكم. أنا تعاملت معكم بس كرمال السيد مطلوب، أصلاً أنا تعاملت معكم. طيب يا خيي بس. أصلاً نحن رح نعطيكم المكانات بنفس التاريخ، يا أما رح نرجع لكم المصاري، هيدا كل شيء عندي، تفضلوا لبرا هلا، يلا تفضلوا. المكانات عندكم وانا رح اصرف تشيك بتاريخ. مالي اللي بدك اياه. الله معك، مع السلامه. وانت هدي حالك شوي روق، وانتوا قولوا لي شو عم تعملوا هون. ست ليلى، عمو ما صار شيء، خلي المعمل يعطل يومين. شو في هاي يعني؟ ايه والله القصه مش كبيره كل هالقد ما هيك. امبلا حبيبتي، القصه اكبر بكتير من الشيء اللي عم تتصوروه. سمعت بيكون هي بتدق، وهلا روحوا اذا سمحتوا، روحوا خلونا نحل الموضوع نحنا، تفضلوا. استنى شوي، خلي لي اياك سيد صبوري. اذا ما اشتريت المكانات انت رح ندور على زبون تاني. بعدين اذا رجع السيد مطلوب وشاف كل هالفوضى رح يزعل كتير. زلم اتكل على كلامه. طيب طالما عم تقلي السيد مطلوب، وينوه هلا؟ تليفونه انطفى كمان. اعمل معروف انا ما فيي ادفع مصاري على مكانات خربانه. معك حق، انا اتصلت بالسيد وصيل ورح يجي بكره يصلح المكانات. انت استلم مكاناتك بالتاريخ يلي اتفقنا عليه. انا ما تعاملت معكم الا كرمال السيد مطلوب. فانا عم اقول معلش تتنازل شوي هالمره كرمالهم، بس شوي. ايه مالي لو نطرته كم يوم، ما رح يصير شي، بأكد لك هالشي. ومين حضرتك بلا صغرة؟ نحن بنات السيد مطلوب. اها، بناته صاروا وكيلات ووصيات على املاكه هلأ كمان؟ ايه، في اي مشكلة شي؟ انت رجع لورا، رجع لورا واحترم حالك. طيب يا اختي، اذا انتو بنات اعملوا معروف اتصلوا فيه وخلوني احكي معه. نحن ما فينا نحكي معه هلأ.
مش انه ما فينا نتصل فيه، ها؟ فينا نتصل فيه، بس هو بمحل هلا ولازم يكون موبايله مطفي، اصلا ما في. كنت عارف انه هالصفقه فيها مشكله من الاول، اذا بناته ما بيعرفوا عنه شيء. انطور سيد صبوري على مهلك، ما في مشكله ابدا. السيد مطلوب راح على طهران يعمل عمليه، اذا رجع لهون وعرف انك لغيت الصفقه كرمال شغله صغيره مش حلوه كرمالك. اصلا شو اللي عرفنا انه هيدا الزلمه عم يحكي؟ انا عم بحكي، ما ترفع صوتك علي، اذا انت عصبي انا عصبي اكثر منك بكثير. يوم السبت تعوا، اذا المكانات منا جاهزه خدوا مصرياتكم. طيب رح انطر ليوم السبت. كتر خيرك سيد صبوري، اهلا وسهلا فيكم. ليوم السبت. اهلا وسهلا. ماشي ليوم السبت. ماشي. شو هالكذبه هاي انت التاني؟ انا ماني عم كذب. لو كان بيكن بدو ياكن تروحوا معه كان قالكن هو يا حبيباتي. ايه بس نحنا ما فينا نبقى هون، إذا ضلينا هون شو رح نسوي يعني؟ نحن خايفين كتير على بابا. دادا شو هيدا الحكي اللي عم تحكيه؟ يعني تصوري بابا رح يسوي عملية لحاله ونحن قاعدين هون؟ شوفوا يا بنات، الواحد بخاف شوي قبل العملية، بس هلأ بعد العملية تحسن الحمد لله وصار منيح. إذا أنتم مش مصدقين كلامي فيكن تتصلوا بعمتكن وهي بتخبركن. عمتكن؟ نحن رايحين على طهران. يا عنيدي أنت وياها، بيكن خليكن هون لحتى تتعلموا الشغل، يعني بالوقت اللي لازم تدافعوا فيه عن سمعة بيكن رح تروحوا من هون؟ بيصير هيك؟ يعني هالشي مزبوط برأيكم؟ بيصير ولا ما بيصير يا دادا؟ نحنا ما عم يطلع بإيدنا أي شي. بعدين شو ما صار هونيك بالمعمل الكل بحط الحق علينا. ايه مزبوط، مع حق، إيد بتاخدنا وإيد بتجيبنا، شو ما سوينا هونيك ما بيعجبون شي. طيب اشتغلوا لكم شي شغلة مثل الخلق، روحوا تابعوا الموضوع، شوفوا مين خرب المكانات، على القليل خلوا بيكن المسكين يفتخر فيكم بس يرجع. بعدين لو كان بده ياخدكن معه كان قالكن وخلص، ليش عم تطلعوا في هلأ؟ يا حبيباتي كرمال الله اسمعوا كلمتي بس مرة واحدة. هي معها حق، شو رح نساوي يعني إذا رحنا؟ على القليل هون منساعده للبابا شوي. ماشي رح نبقى، رح نبقى. يعطيكم العافية. سهيل شو عم تساوي عندك موطي راسك؟ بعد هيك لشوف. شراب الشاي سيد وصيل قبل ما تبرد. سيد وصيل؟ بتطول القصة كتير؟ شوف بس خلص رح سلمك ياهن. كتر خيرك، يسلموا ايديك. طيب وبالنسبة لهيديك المكنة، المكنة يلي هوني؟ هلأ أول شي هاي. ماشي خليني خلصها بالأول. ماشي بعدين بروح بصلح هيديك. طيب سلم دياتك. أهلا. مرحبا. مرحبا. يا أهلا. شو صار بالقطعة؟ ممكن شوف؟ عم بيصلحها؟ ايه اشترى القطعة سيد وصيل معلم، ما في مثل. هيدا بده مفك عادة. ما رحتوا على طهران؟ لا كنا خايفين على المصنع، ما حبينا الكل يقولوا انه بنات السيد مطلوب هن اللي خربوا المكانات. ما عرفت مين سوا هيك. لا والله بعد، لو كنت انا ورا القصة ما كنت بجيب حدا يصلحهم. انا بعتذر منك كثير، صرت بالحكم وقت مو بس مش عم بفهم ضروري. ليه صارت هالقصة بذات الليلة يلي بقيتوا فيها هون بالمعمل لوقت معين؟ ايه معك حق، كأنه كل الاحداث اتفقت لحتى يوقع كل شيء فوق راسنا نحن. عشو عم تدور؟ طلعي فيه ولد مغرور شايف حاله، شو ما قلت له ما عم بيفهم انه لازم يستشير الواحد قبل ما يعمل اي شيء. وانت ليش معصب كل هالقد؟ المعمل هو المهم، المسكين ما هو ما عم يعمل شيء غلط. يا ليلى انت ليش عم تحكي هيك هلا؟ فهميني، مش انا المسؤول عن هيدا المعمل؟ ما لازم اعرف انه المصلح جاي؟ طيب ما الزلمه معه حق، حب يثبت انه اللي صار ما كان شغله ولا شغل البنات، وهيك بيكون بالي انا مرتاح اكثر. وليه بقى رح يكون مرتاح؟ بالي مرتاح لأنه كل شي بهيدا المصنع ماشي على البكلة. عكتر ما عم تهتمي بالمصنع والناس اللي فيه صرت عم بحسدهم. تركي بقى. اتركه؟ ليش لحتى اتركه؟ 15 سنة وحياتي كلها هيدا المعمل والناس اللي موجودة فيه، كيف بدك ياني اتركه؟ أنا كان قصدي تهتمي بنفسك وبقلبك. أظن أنه المكانات تصلحت.
أنا رح أنزل لتحت هلأ. مرحبا. أهلا حجي. ليش تأخرت كل هالقد؟ الله وكيلك، والله المحل كان في عجقة كتير. طيب هات لروح فضيهم. لا لا سخنين سخنين، رح أخذهم مثل ما هني. مش بدك تاخذهم؟ أهلا. بابا ما في داعي لسخن. سأل عن المكانات والقرض وأنا قلت له أنه مرحبا. وأنا قلت له أنك أنت رح تخبر. الله يخلي لنا إياك يا بابا، أنا عن جد اطمنت عليك كتير من ورا هيدا الاتصال. شو دخلني؟ أنت قل له ما بعرف، بس أظن أنه عمو مجيد رح يروح بكرة كرمال القرض. ما رح تساعديني؟ طيب احكي مع السيد ياور. سخنيني كتير، انتبهي ما تحرقي ايديك. الو معلم مرحبا. دخلك انت شو عم ان شاء الله كل شيء تمام. انا يعني ما عم ساعدك، ما شايفتيني ما تعطى الهم بكل شيء. ما تعطى الهم بالمره. انا عتلان هم الوعود اللي قطعتها مع العالم، ما بصير الواحد يوقع عقد وما يلتزم فيه. يكتر خيرك يا ابني، انا موبايلي دايما شغال، اذا صار معك شيء اتصل فيي. دير بالك على البنات، يخلي ليك. مع السلامة. يا خي شو بك؟ مش على أساس طفي الموبايل تبعك، مش على أساس ترتاح كم يوم، ما توتر حالك أبدا، ما تعصب منشان تتحسن بسرعة. أنا مني متوتر ومني معصب يا أختي، وهياني شوفيني عم برتاح كرمال يطمن بالك كمان. أعطيني وحدة من هالفواكه لأكل وتتأكد إنه بخير. إن شاء الله تكون عم تحكي صح. ليش أمتى كان كلامي غلط؟ تفضل. يسلموا إيديك. ايه يلا يا بنات خلينا نشهر الشغل. طيب خلص هلا انا يلا حاجه جوا، كل وحده تشوف شغلها. خلينا نطلع. ليش ما بيفتحوا هوليك المكانات؟ مين اللي سمح لكم تروحوا تحكوا مع سيد صبوري؟ لو كان بدك انت رحت ورضيته انا بنفسي. ليش شو فيها يعني؟ ايه والله مع حق، شو فيها يعني؟ وانا برايي نشغل المكانات الجديده ونستفيد منها هلا هلا، بعدين احنا ما قلنا شيء ما بيسوى، كنا عم ندافع عن بابا، لو بابا هون كان سوى نفس الشيء. عن جد؟ كان سوى نفس الشيء؟ لمعلوماتكم انا هلا رجعت من البنك والقرض ما مشي حاله ابدا، والمعمل واقف من 4 ايام بسبب عطل المكانات، وراح يضل واقف. هيدا لانه ما معنا مصاري نشغل المكانات الجديده، وانت وياور خليتوا الجماعه ياخذوا المكانات القديمه، يعني المعمل واقف بشكل رسمي هلا، شو رايكم؟ ليش قالوا هدول اللي عاملين حالهم مدراء؟ طيب نحن شو بدنا ولازم نتصرف. شو هيدا ولو؟ ما بصير هيدا الحكي. سكوت بقى انت تاني، يخلي لي اياك، انا بوعدك بوعدك رجع لك المصاري تبع المكانات بسرعه. يا استاذ انا هلا شغلي واقف، ما فيي اترك المكانات هون. دخيلك، اسمعني اسمعني شوي معلم. سؤال، ما توخزني، هيدول ليش وقعوا عقد معنا اذا ما بدهم يلتزموا فيه اصلا؟ انت اسماعيلي وقتها ما كان عندها خبر ابدا، انت خلي المكانات تبقى هون، يوم واحد رح نغير العالم. يعني انت قبلان انه شغلنا نحن يوقف كرمال شغل هيدول العالم؟ اها فيك تسكت شوي انت. هو عم يحكي مزبوط، انا عملت كل شيء فيي اعمله كرمال السيد مطلوب، وهلا الصفقه خالصه وانا رح اخذ المكانات. عن اذنك سيد صبوري. مع السلامه خيي، مع السلامه. روح يا معلم روح، يلا امشي امشي. خلصة خلصة، خد يمينك. هالمرة خربنا كل شيء. طب أنا ما بعرف شو بدي أقول للعمال اللي جوا. أخذوا المكنات. خلص بقى أنت التاني، ما بقى توقفي معهم. طيب مجيد انطور شوي، بدي أحكي معك. بترشيك مجيد. شو عم تعملوا انتو هون؟ الجماعة اجوا واخذوا المكنات هلأ، ما توخذينا، كل الحق علينا. بس والله ما كان قصدنا يصير هيك. الحق مش عليكن انتو ابدا، انتو اشتغلتوا يلي عليكن. وهلأ شو راح يصير بالمعمل؟ نحن لازم نخبر البابا مزبوط؟ خلينا اول شي ناخد القرض بكرة او بعد بكرة، منعود كل شي، بعدين انا بخبر بيكن بكل شي، انتو ما تعتلوا هم ابدا. ماشي. ايه
هيدا يور، لوين رايح؟ هو اللي عم يتصل، قالوا مرحبا. طيب ماشي، نحن رح نجي معك لكن. طيب لكن خلينا على اتصال. مع السلامة. شو قال لك؟ قال بكرة رايح من شان القرض. كتير منيح، خلينا نروح معه. لا، قال خلينا نضل هون أحسن، ممكن يجوا أصحاب المكانات الجديدة إذا كنا هون أحسن. شو هالوجعة الراس هاي؟ بياكلوا بوسخوا، بياكلوا بوسخوا. اثنين إخوة عايشين بهيدا البيت مع مكنسة كهربا. طيب وأنا بني آدمي كمان ولا شو؟ ساعدوني شوي على القليلة. شيلوا شريكم يعني شوي، بعد النهار تحت إجري لازم تكنسي هون؟ ما بتخلي الواحد يقعد دقيقة مرتاح. شو تقعدي مرتاحة؟ شو رأيك تتصلي بالبابا وتقولي له إني قاعدة مرتاحة؟ بلا حكي فاضي هلأ، روحي شوفي شو صار بالمعمل. المعمل معطل، وين بدي روح يعني؟ ما كلهم عم بيقولوا إنه المكانات معطلة. بلا معك حق. ألو مرحبا، كيفك؟ طفيها. شو صار؟ قولي. بعدني ما حكيت معه، قاعد بالبنك عنده ضيف. ليكي الضيف قال أنا رح فوت لعنده. مرحبا، يعطيك العافية. شو جاي تدفع أقساط القرض؟ هلا أعطونا القرض ونحن مندفع الأقساط تكرم عينك. أعطيناكم القرض؟ أعطيتونا، أمتى؟ مبارح، أودعناه بحساب السيد مطلوب. ليش ما عندك علم؟ لا، كتر خيرك، أكيد أنا غلطان، لا تواخذني. كلك زوج. أهلا وسهلا. عن إذنك، مع السلامة. ألو، اسمعيني منيح. إلي شو قصدك؟ في شي عم بصير يعني؟ أوفت. طيب إذا أنت ما بتعرف ليش لحتى نروح نحن على المعمل؟ طيب ماشي، إذا أنت هيك بدك نحن رح نروح. مع السلامة. هربتوا مرة تانية؟ ده شو بكي؟ طب مش قومي خلينا نروح على المعمل. يلا قومي. شو بدنا نساوي بالمعمل؟ ما بعرف، السيد ياور قال لي إنه لازم نروح على المعمل. إجا صاحب المكانات؟ ما بعرف، يلا قومي عجلي أحسن ما نتأخر. هات الكباية، لوين رايحة فيها؟ لما بقلكن أنا ما بتردوا علي، بس وقت اللي بيتصل ياور بتركضوا ركض. وهي الكاسة تبعك، خدي كلهم إلك يا دادا. يلا روحوا، أنتو ما خارج الشغل أصلاً. ألو؟ أهلين سيد مطلوب، كيفك؟ طمني عنك. القرض؟ إيه دفعولنا القرض. لا، ما في مشكلة أبداً، أنا قلتلهم لحتى يجوا يركبوا المكانات. إيه؟ مجيد مش هون هلا، بس يجي بقله يتصل فيك اكيد. ايه جاي على الطريق؟ ماشي، اهلا وسهلا، ناطرينك. مع السلامه. مطلوب عرف انه اندفعوا القرض. ياور راح على البنك واتصل فيه. كتير منيح، هدي حالك. بعد ما عرف مطلوب ما عاد عندنا فرصة كبيرة قدام. قلت لك انه هاي الشغلة غلط، مطلوب طلع من المستشفى وجاي على الطريق. مطلوب ما في يعمل شيء ابدا، الورقة الربحانة بايدنا. ما رح اعطيك التشيك يلي وقعه مطلوب على بياض. هياني عم قلك. هلا بعد ما وصلنا لهون خلينا نكمل، ما ضل شيء. وصلنا؟ اصلا ما كنت بتصور ابدا انك انت اللي خربت المكانات، لو كنت بعرف هذا الشيء ما كنت خليتك. امبارح كنت بتعرفي، قلتلك. ليه ما خبرتي حدا؟ اصلا وقت اللي صارت المصاري بحسابه ليش ما حكيتي؟ تمشيت معك لاني فكرتك رح تتراجع عن هالشيء. انت بتعرفي انه هيدي المصاري من حقي انا. وليش من حقك يعني؟ اسمعي، انا ما جيت وقلتلك كل شيء لاني ما فيني اسوي هالشيء من دون وسعادتك. كان فيني اخذ منك الشيك باي حجه، اصلا فيني اشحن المكانات بالليل واخدها كمان، بس انا قلت لك لاني حبيت تكوني جنبي. صدقني مستحيل كون حدك بهيك موقف، وانا ما تبعت معك لهون الا لاني كنت مفكره انك رح تندم. اسمع مني وما تلعب بسمعه مطلوب. مطلوب جمع لي حواليه كم واحد بس حتى ياخذوا منه الاذن. مطلوب بدون هيدا المعمل ما بيسوى شيء. ليه لحتى خليتيه يضحك عليكي؟ انت بتعرف منيح انه لولي انا ما كان مطلوب عنده هيدا المعمل. ضليت تردد هالجملة لحتى صدقت حالك. عن جد مفكر انه لولاك ما كان عنده هالمعمل؟ انت اللي حبيت تروح. مصرياتي كانوا معه،
مطلوب فتح المعمل بمصرياتي وبفكرتي، وبس مشت اموره ورجع لي المصاري بسرعه حتى ما اكون معه شريك. هو رجع لك المصاري لانك كنت بحاجه لها. هيدا الزلمه وصل للمحل يلي هو فيه بسبب جهده وتعبه. وين كنت انت وقت اللي كان عم بحاول يامن المصاري لحتى يشتغل هيدا المعمل؟ صاير حسود لدرجه انك ما عاد عم تشوف شيء قدامك. هيدا الحق حق لمطلوب. هلا بعد 15 سنه ليش رجعت؟ رجعت لحتى تفرحني؟ هلا هيك بدك تفرحني وتخليني انبسط؟ مجيد انا ما بمد ايدي على مال الحرام، هيدا الشغل اللي عم تشتغله سرقه. اخ رح تجننيني انت. اتركه من ايدك، اعطيني جزدين. ليش ما في حدا هون؟ وين ليلى لكن؟ شو بيعرفني؟ طيب خلينا نروح على غرفة بابا، هلا بتجي وين ما كانت تكون. ما بعرف ليش بيقفلوا هالباب على طول. اصلا شو ممكن يكون صاير هون؟ انا هون. سمعتي في حدا جوا؟ في حدا هون؟ افتحوا لي. ليلى هيدي انت؟ ايه افتحوا. ما معنا مفتاح، كيف بدنا نفتح الباب؟ اصلا شو عم تساوي عندي؟ مفتاح بالجارور. بالجارور؟ عجلي عجلي. ايه بالجارور عجلي. الاول يلا عجلي بسرعه. يلا اعطيني اياه. خدي خدي. شو صار؟ شو صار لك ليلى؟ ليش قاعدة على الأرض؟ شو صار؟ قولي ما بعرف وين التليفون تبعي. يلا اتصلي ببيك هلا بسرعة. اتصلي ببيك ما بدي مي. يلا ما بدي مي يا حبيبتي. ليه قاعدة على الأرض بسرعة؟ قولي له مين عم يسوي هيك؟ مجيد ساعديني لحتى أوقف. ليش؟ يلا ساعديني بسرعة. قومي خلينا نساعدك على مهلك. يلا 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 ببيك قولي له. يلا قومي يلا بسرعة خبري. على مهلك. الو الو بابا، لازم تفضي حسابك بسرعة. أنا هلأ بنص الطريق جاي وبعدني مأخر، كيف بدي فضي حسابي هلأ؟ أول فرع بنك بعيد من هون شي ساعة ونص على القليلة. روحوا أنتوا على البنك شوفوا شو فيكم تعملوا ودبروا الأمور، بس ديروا بالكم منيح. ما توخزني، بس عن جد رفيقك عم يسرق لك حسابك بالبنك. ايه والله رفيقي، كيف بدي سكر الحساب؟ من فضلك عجلك شوي. معلمي قد ما عجلت ما رح نقدر نوصل لهونيك قبل ساعة أو ساعة ونص. أنت اتصل بالبنك برئيس البنك بركي فيه يسكر لك الحساب، ما بعرف يمكن يقدروا يساعدوك. ما بيسكروا الحساب على التليفون. روحي بوجهك بنص الشارع رح تلاقي البنك. أي أي عمهلك شوي. الرقم 205 إلى النافذة رقم 4. الرقم 205 إلى النافذة رقم 4. هي البنك وسيارة مجيد هونيك كمان. ما في محل صف السيارة؟ أصلاً ما رح أنطر أنا هيك، رح روح لجوا وأنت دوري على محل تصفي السيارة. طيب ماشي روحي أنت، لأنه إذا بدنا نفوت ثلاثتنا على البنك يمكن يشوفنا ويهرب. الرقم 208 إلى النافذة رقم 4. الرقم 208 إلى النافذة رقم 4.
الرقم 272 إلى النافذة رقم 2. مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل. بالحساب. تكرم عينك. لك ليه عملت هيك مش دوني؟ ليه خزعت الشاشة؟ انت وقف مين اللي يضربك؟ ليه خزعتيه؟ انت يا سيد ما حصك، هذا موضوع شخص اسماعيل. شو عم تساوي يا استاذ؟ بدي فهم بس ليه خزعت الشاشة؟ فوق شوي. انا ماني حرام، انا فرجيها، انا بدي هذه خزعت لي الشيك. ما عم بفهم، تصلب الشيك. شو خاصة هي؟ لازم يهرب. انا ما بعرف على هالبنت ابدا. بدي ليلى، ما هيك؟ ما راح خليك تكتب. كيف بدي اهدى يا زلمه؟ خصصت لي الشيك تبعي. ما تقرب علي، اتركني. ما خصك، اتركني لو سمحت. اتركني، مالك عليها يا استاذ؟ عدي هيك عن طريقي. ليلى، انا خزقت الشيك وهو بده يهرب. عن جد عيب. ما عم يا حضرة المدير، بدي اقول لك شيء. انا محاسبة السيد مطلوب، وهيدا الرجال سرق منه التشيك. رح احكي. هاي القصة ما دخلها بالبنك ابدا. أنا اتصلت بالشرطة، وهلأ هي رح تجي ويبين كل شيء. نحن جينا على البنك. ايه برانك خزقت لها تشيك. يلا ايه؟ لو سمحت بتحب تحكي مع مدير البنك؟ طيب خده. طيب احكي. هيدا بابا. نعم. السيد مطلوب بده يحكي معك هلأ. أنا بحكي من تليفون البنك. ماشي. ايه بابا، رح يتصل فيك من تليفون البنك. انتبه على الموبايل إذا رن. ماشي بابا، أنا منتبه منيح. انت روحي، الله معك. بناتي راحوا على البنك وخزقوا الشيك. يعطيهم العافية. شو هالجرأة هاي؟ هيك فكرة ما بتخطر على بال حدا. وأنا كمان ما توقعت إنه بنتي تعمل هيك شيء أبداً. ألو السيد مطلوب، لازم تشرفنا على البنك بسرعة، صار في شوية مشاكل ولازم توضح القصة. ماشي ماشي، وأنا كرمال هيك كنت عم بتصل. كثير منيح، أنا بعد شي ساعة ونص بوصل لعنكن. مع السلامة. الحمد لله يا رب. بناتي شكلن عم يكبروا شوي شوي، وهلأ صار في اعتمد عليهم منيح. معلم، هيدا عيدية راس السنة. نشكر الله، الحمد لله. ايه ليكو غراد العيد، خلونا قديش حلوة. ايه هيدا نشوف. شو رأيكم نشتري هاي الخضرة منيحة للبيت؟ خلينا نشتري الخضرة. لا الخضرة هي 5000. ما بتكون بايع. اشتريهم اثنيناتهم، شو رأيك؟ طيب ماشي، خليني ادفعهم. انا 5000 ما معك اصغار؟ بلا اكيد بدنا بيض. هيدي احلى، تطلع عليها. شو رأيك؟ يلا عشرة. حط لهم ربطة. ماشي ماشي، احلى. شكرا كثير لك يا معلم.